مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر، وكل عام وحضراتكم طيبين والأمة العربية والإسلامية بخير والعالم يا رب كله بخير، ويحفظ البشرية جميعا من الويلات سواء كانت الحروب أو أوبئة أو أمراض أو خلافه. اليوم الأمة الإسلامية بتحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، هذه الليلة المباركة يعني التي أسرى فيها الله سبحانه وتعالى برسوله الكريم المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم كانت المعراج وآيات المعراج. وطبعا يعني ده ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع. ليلة مباركة، يا رب تعود هذه الليلة على العالم كله بالسلام وبالأمن وبالأمان. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بهذه الذكرى العطرة. الرئيس قال على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه الذكرى العطرة التي تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا، فكانت منهجا للحياة وجهادا للنفس. الرئيس يكمل في هذه التدوينة ويسأل الله تعالى في هذه المناسبة الطيبة أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومن كل شر. دي كانت تدوينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المناسبة الجليلة على الأمة الإسلامية جميعا. نروح لمستجدات الأوضاع في أوكرانيا والقتال الساخن والدائر لليوم الرابع على التوالي ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية. طبعا الوضع ميدانيا ودبلوماسيا شديد السخونة وشديد التوتر، قصف مستمر من القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي للعاصمة الأوكرانية كييف. ربما شهدت الساعات الأخيرة دفع عدد من الآليات الروسية عبر الحدود من بيلاروسيا أو من روسيا نفسها إلى داخل الأراضي الأوكرانية. لأول مرة وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن سقوط قتلى وخسائر في صفوفها. الجانب الأوكراني بيعلن عن سقوط ما لا يقل عن 3500 جندي روسي ما بين قتيل وجريح، ده وفقا للتصريحات الأوكرانية. كذلك هناك خسائر في العتاد في الجانبين بكل تأكيد. طبعا الكل النهاردة كان بيتابع من ساعات مبكرة الأوامر اللي كان أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين للقيادة العسكرية الروسية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد يعني هذه المستجدات الأخيرة، خصوصا من حلف شمال الأطلسي. هذه المطالب الروسية أو هذا التوجه الروسي ربما يعني قوبل بشيء من التحفظ من الجانب الأمريكي ومن الجانب الأوروبي، يعني مدى استخدام أو قدرة روسيا أو التوقيت اللي أعلنت فيه روسيا عن جاهزية سلاح الردع الروسي في وقت بنشهد فيه ربما يكون خطوة أخرى في هذه المواجهة، وهو دخول ألمانيا التي كانت متحفظة من بداية هذه الأزمة وحتى قبل هذه الأزمة، دايما كان بيربطها علاقات متينة بالقيادة الروسية حتى وإن كانت هناك مساحات للاختلاف، ولكن كانت ألمانيا تتمتع بالتحفظ. ولكن بنرى اليوم التوجه الألماني بزيادة الإنفاق على البنية العسكرية الألمانية، بنشهد عدد من الدول زي السويد بدأت تدخل بشكل أو بآخر وإعلانها عن إمداد أوكرانيا بعدد من الأسلحة المتطورة والرؤوس الحربية. يعني واضح أن الأزمة لازالت حتى الآن في تصاعد سواء على الشق الميداني على الأرض أو على الشق الدبلوماسي. برحب بدكتور عمرو الديب أستاذ العلاقات الدولية. دكتور عمرو مساء الخير، أهلا بحضرتك. خير أستاذ عمرو، كل عام وحضرتك والأمة الإسلامية كلها وشعب مصر كله بخير يا رب. يا رب اللهم أمين وحضرتك بخير. يعني أرجو يعني أن تساعدنا في قراءة هذا المشهد، نبدأ على الأقل يعني سياسيا، كيف ترى الأوراق السياسية اليوم؟ يعني اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية، بالرغم من أن العمليات العسكرية يعني هدأت في اليوم الثالث، يعني توقفت أكثر من 12 ساعة بسبب أن كان هناك فرصة أمس للجلوس أو مفاوضات أمس في مينسك، ولكن تم
تغيير رأي القيادة الأوكرانية وقالوا نريد في وارسو أو في أي مدينة أخرى أو في اسطنبول أو في أذربيجان، ولكن تم الاتفاق اليوم أنها ستكون في مدينة جومل الحدودية بين روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا. طبعا تم تأجيل هذه المفاوضات إلى الصباح يوم 28 فبراير اللي هو بكرة بإذن الله تعالى، وبسبب هذه المفاوضات كان هناك تجميد لسير العمليات العسكرية بشكل عام داخل الأراضي الأوكرانية. طبعا طبقا لحضرتك ذكرته النهارده ان يعني تم الإعلان عن وقوع قتلى وإصابات في الجيش الروسي طبعا عن طريق إعلان السلطات الأوكرانية بذلك، ولكن يعني لا يمكن لنا التحدث عن أرقام محددة نهائيا لأن الأرقام غير محددة، وطبقا لأننا هنا في الأراضي الاتحاد الروسي فطبقا للقانون لا يمكن لنا ولا يمكن لأي أحد أن يتحدث عن عدد القتلى أو عدد الجرحى إلا إذا أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية، والتي هي اعترفت اليوم بأن هناك بالطبع وفيات أو قتلى وجرحى ولكن العدد غير معروف، ولكن الأمر بشكل عام الأمور غير واضحة تماما. مسألة التصعيد الغربي الكبير عن طريق توقيع العقوبات المختلفة والتي لم يكن لها أي سابقة دولية من قبل، عقوبات خطيرة تشبه الحصار الفعلي لدولة الاتحاد الروسي ردا على طبقا لما يراه الغرب طبقا ردا على الغزو الروسي كما يراه الغرب طبعا لأوكرانيا. روسيا من ناحيتها بتقول إنها بتتحرك ضمن إطار مجالها الحيوي أو حدودها الأمنية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولذلك هي يعني صبرت أكثر من 8 سنوات من خطورة الأراضي الأوكرانية على الأمن القومي الروسي وعدم سماع الغرب لأي يعني نداءات روسية على مدار هذه السنوات من أجل الجلوس ومن أجل الاتفاق على هذه الخطوط الحمراء وعدم والابتعاد عنها قدر الممكن، ولكن الغرب يعني بسياساته وبطريقته، وهنا أنا لا أقف طبعا في الجانب الروسي، ولكن نرى يعني إذا هناك وقت العديد والعديد والعديد من الأحاديث إذا رأيناها هي موجودة طبعا ومسجلة من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، خطاباته وحتى مقالاته السياسية في وسائل الإعلام الأمريكية ووسائل الإعلام البريطانية وحتى وسائل الإعلام الصينية كانت تتحدث بشكل مباشر ومطالبات يجب علينا أن نجلس، يجب علينا أن نتفاوض، أن نتفق على الخطوط الأمنية الخاصة بالأمن القومي سواء الروسي أو سواء الأوروبي حتى أو حتى في منطقة القطب الشمالي، ولكن لم يستمع أحد نهائيا. لذلك كان طبعا طبقا للفكر أو للتصور الروسي كان عليهم البدء في عملية عسكرية التي رأيناها منذ 4 أيام. طيب نعم الأمر العسكري يعني اللي كان أصدره الرئيس بوتين اليوم للقيادة العسكرية الروسية بتجهيز قوات الردع وأن تكون جاهز على أهبة الاستعداد، هل حضرتك شايف أستاذ عمرو أو دكتور عمرو عفوا أن ده استخدام سياسي أكتر منه استخدام عسكري؟ أنا من وجهة نظر الشخصية أستاذ عمرو والله شايف أن الأمر خطير جدا جدا، لأن يعني العقوبات الغربية التي وقعت على روسيا خلال الأيام الماضية يعني كلها تسير في اتجاه الحصار الحقيقي الاقتصادي للدولة الروسية. روسيا لديها يعني تاريخ سيء جدا من مسألة الحصار، لا ننسى طبعا أطول حصار في القرن العشرين حصار لينينغراد الذي استمر أكثر من 900 يوم عن طريق قوات هتلر لمدينة لينينغراد، فمسألة أن تحاصر الشعب الروسي مرة أخرى وهم بهذه القوة وهم يشعرون بقوتهم، يعني لا أحد يشك في أن الروس يشعرون بقوتهم. نرى لغة جسد الرئيس بوتين، نرى تعبير وجهه وهو يتكلم، هو الرجل يشعر بقوته، الرجل ظل 20 عام يعني يحضر إلى هذه اللحظة، أكثر من 22 عام يحضر لهذه اللحظة أن يبلغ الغرب بلغة القوة مرة يعني للمرة الأخيرة، وطبعا استخدمها في جورجيا عام 2008، استخدمها في سوريا عام 2015، استخدمها في ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ولكن مسألة احتلال دولة خصوصا أكبر ثاني أكبر دولة في أوروبا اللي هي أوكرانيا وأكبر دولة في أوروبا ككل بعد يعتبر روسيا أمر طبعا خطير، ولكن هي مساحة يعبر عنها الروس. المشكلة ليست في أوكرانيا حد ذاتها، المشكلة كوضع عام بين العلاقات الروسية على العلاقات الغربية الاتفاق على الخطوط الأمنية. مثلا أستاذ عمرو من حديث حضرتك سمعنا السويد سترسل أسلحة
الى اوكرانيا؟ يعني هل يمكن لدوله مثل السويد او فنلندا، هاتين الدولتين كما نعلم دولتان محايدتان، وهذا الامر ايضا طبقا لاتفاقيات سابقه وقويه انها، ولكن كانوا امبارح لوحوا ب يعني اهميه ان يقفوا في صف نيتو في الفترة الحالية أو في الظرف الحالي، وبالتالي اليوم السويد انخرطت بشكل مباشر. يعني هو تصعيد أستاذ عمرو، تصعيد يعني أوكرانيا ليست بحاجة للسويد ولا فنلندا، يعني أوكرانيا عندها الولايات المتحدة الأمريكية، عندها تركيا، عندها بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، عندها دول كثيرة يمكن أن تقدم المساعدة. طيب الخروج من هذه الأزمة تتوقع يا دكتور عمرو كيف يكون الخروج من هذه الأزمة، إنجاز التعبير الخروج الآمن، سواء كان هذا الخروج الآمن بالنسبة لروسيا أو كان هذا الخروج الآمن بالنسبة لمعسكر أوكرانيا والغرب، ترى حضرتك إمكانية ده إيه وإزاي يتحقق؟ الطريق الوحيد أستاذ عمرو، وده بنتكلم فيه دايما، الطريق الوحيد هو قمة سريعة بين الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، فرنسا، ألمانيا، الصين وتركيا، قمة سريعة يتم التحضير مثلا غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، لأن مسألة إعلان الرئيس الروسي بوضع قوات الردع الاستراتيجي، وهي طبعا القوات النووية أو الثالوث النووي الاستراتيجي، هذا أمر في منتهى الخطورة، يعني أن هناك من يجلس في مكان ما ويضع أصابعه على أزرة نووية يمكن أن يضغط عليها بين الحين والآخر، هذا أمر في منتهى الخطورة، يجب أن ننظر إلى نظرات أو إلى وجه رئيس الأركان الروسي اليوم، رئيس الأركان الروسي اليوم مربوط أن يعطي هذا الأمر. الأمر في منتهى الخطورة، لذلك مسألة قمة سريعة غدا أو بعد غد على أقصى تقدير، تحضير لها من اليوم حتى، قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وعلى فكرة روسيا آخر عامين طالبت كثيرا بهذه الجلسة كثيرا، ولكن كورونا وأوضاع كورونا أجلت هذه الجلسة أكثر من مرة، ولكن كانت تطالب بها روسيا فعلا، لأن روسيا كانت تستشعر بأن هناك خطورة ما يمكن الوضع معه أن ينفجر. طيب هل تتوقع الدور اللي بيقوم به بيلاروسيا والرئيس البيلاروسي في التواصل مع رئيس زيلينسكي، وطبعا في تواصل مع القيادة الروسية، هل ترى بأنه قد تحدث الانفراج عن طريق بيلاروسيا؟ طبعا لا بذلك، ولكن سيكون على الجبهة الأوكرانية فقط، ولا ننسى الأمر أن أوكرانيا هي جزء ونقطة واحدة من النقاط الساخنة العديدة بين روسيا والغرب. أوكرانيا ليست السبب الرئيسي فيما نراه الآن، أوكرانيا فقط نقطة من ضمن نقاط انفجر أمامنا، أو عين من ضمن العيون، ولكنها النقطة اللي انفجرت يعني. نعم هي النقطة التي انفجرت، ولذلك يعني طبقا لعلاقة بيلاروسيا أو الرئيس البيلاروسي، بالرغم أن علاقة الرئيس البيلاروسي آخر عام ونصف مع الغرب ليست جيدة نهائيا بسبب الأوضاع التي مرت بعد انتخابه كرئيس لبيلاروسيا، ولكن نتمنى بالفعل طبعا بعد مكالمة الرئيس الفرنسي له ومكالمة زيلينسكي معه اليوم، نتمنى بالفعل أن تبدأ هذه يعني نبدأ من غد الى الهدوء، لان مساله التصعيد والتصعيد والتصعيد هو في المجالات الجويه وفي عقوبات امور في منتهى الخطوره، وللاسف الشديد حتى الدوله الوحيده التي يمكن لها ان تؤثر على هذا الوضع وهي الصين، هي دوله عدوه للغرب، يعني لا تستطيع فعل دور او لعب دور محايد. فرنسا حاولت، لكن فرنسا قوتها وقوه رئيسها اصبحت طيب بمناسبه الصين، يعني الرئيس الامريكي من ساعه تقريبا دعا الصين إلى إدانة العملية الروسية في أوكرانيا، يعني هل ترى حضرتك دكتور عمرو أن هناك في محاولة لإدخال الصين في دائرة الصراع الحالي؟ لا طبعا، حتى لو كانت هناك محاولات روسيا الصين حتى لا تستطيع الدخول لا عن طريق المطالبات الروسية ولا عن طريق المطالبات الغربية، الصين لديها وضعها الخاص، الصين لديها علاقاتها الاقتصادية المهولة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الاتحاد الأوروبي، مصانع الغرب كلها تعمل على الأراضي الصينية، كل صناعات الغرب تعمل على الأراضي الصينية، الميزان التجاري الصيني الغربي طبعا أرقام مهولة حتى لا نحن لا نتصدر ذكرها الآن، لكن روسيا الصين في نهاية الأمر ستكون في حالة يعني لا نقول الحياد، ولكن في حالة عدم إجراء أي تحرك إيجابي، يعني عدم تحفظ تحرك إيجابي من ناحيتها، لأنها ستخسر إذا تحركت إيجابيا في أي اتجاه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية من موسكو، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
على وقع دوي النيران بين الجانبين الروسي والأوكراني، يستمر القتال بينهما في عدد من المدن الأوكرانية، في الوقت الذي أكدت فيه عدد من وكالات الأنباء العالمية بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. وكانت كييف قد رفضت مقر انعقاد المفاوضات في مدينة جوميل البيلاروسية، وذلك بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. من جانبه، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع لديه بوضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب قتالي، كما أشاد بغزو قواته لأوكرانيا معرباً عن امتنانه لمن وصفهم بالذين يؤدون واجبهم البطولي رغم التنديد الدولي. وبالمقابل، كان الرئيس الأوكراني قد حث العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعية. هذا وتزايد القلق العالمي بعدما دخلت القوات الروسية إلى داخل مدينة خاركييف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية الروسية منذ الخميس الماضي، كما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف قصفاً صاروخياً روسياً استهدف الأحياء السكنية وأسفر عن إصابات مادية وبشرية. من مصر، طارق أحمد. كان امبارح كان في منشور كده موجود على الفيسبوك فيما يتعلق باستشهاد مصرية في أوكرانيا نتيجة للعمليات العسكرية هناك، وكان بدأ ده يزيد قوي امبارح بالليل أو النهاردة الصبح، ولكن وبيقال إن هي طالبة في كلية الطب اسمها إيمان أبو غالي من كفر الدوار، وبدأ ناس كتير تتفاعل مع هذا الأمر على أنه حقيقة، ولكن يعني وزارة الهجرة والسفيرة نبيلة مكرم نفت صحة هذا المنشور وقالت أنه يعني ملوش أي أساس من الصحة إطلاقا، وقالت كده بالضبط الوزيرة: أرجو توخي الحذر فيما ينقل من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. الطالبة جزائرية وبتؤكد على صفحتها الخاصة إنها الحمد لله على قيد الحياة، وإن الحمد لله الحالة دي أو هذه الفتاة مش مصرية ولكنها من الجزائر الشقيقة، وحتى الحمد لله هي بخير وبسلامة. الموقف طبعا على الأرض في غرفة عمليات بتعمل على مدار الساعة من أجل متابعة موقف الجالية المصرية بصفة عامة في أوكرانيا، وكمان الطلبة خصوصا اللي بيدرسوا هناك. كانت معانا امبارح على التليفون السفيرة نبيلة مكرم، وأكدت إن في خلية عمل كاملة بتجرى بالتعاون مع الجهات المعنية كلها في القاهرة هنا، وأيضا في كييف وفي بولندا وفي رومانيا، من أجل إخراج يعني أو تأمين ممرات خروج آمنة للمصريين المتواجدين في المنطقة الخاصة بأوكرانيا أو في مناطق صراع في أوكرانيا. وحتى امبارح كنا عرضنا على حضراتكم الممرات الآمنة أو المنافذ اللي وزارة الهجرة قالت إن دي منافذ آمنة يقدر الناس الموجودين هم يخرجوا منها، وفي أماكن تانية قد يكون فيها ازدحام، وكان في منفذ واحد هو اللي يعني ما كانتش بترجح وزارة الهجرة خروج الطلبة من خلاله أو خروج الناس من خلاله. برحب بالأستاذ عاصم أبو الدهب نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا عشان نطمن على الأحوال هناك. يا أستاذ عاصم، مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا. أهلا بك أستاذ عاصم. أرجوك يعني حطنا في الصورة النهاردة في اليوم الرابع، الأمور عاملة إزاي فيما يتعلق بالجالية؟ أرجوك يعني طمنا على الأوضاع عندك. هو بداية الوضع زي ما أكيد الكل متابع، الوضع شديد الخطورة في أوكرانيا، شديد الخطورة في أوكرانيا. الجالية المصرية البيت المصري بدورها بتحاول يعني تقلل على قدر الاستطاعة ان ما يبقاش في اصابات او وفيات في صفوف ابناء الجالية المصرية، سواء طلبة او وافدين او مقيمين في اوكرانيا في ظل الظروف اللي احنا فيها. للاسف احنا حافظنا على الموضوع ده لغاية النهاردة، اصيب احد ابناء الجالية المصرية وهو من الطلبة استاذ محمد سعد، وأصيب بثلاث طلقات نارية، وهو في المستشفى أجريت لي عملية جراحية ناجحة، والحمد لله خرج ولكنه في العناية المركزة وممنوع خروجه من المستشفى في الوقت الحالي.
الجالية المصرية من قبل الحادثة، من قبل التطورات دي، وكان في يعني من لما كان في توترات بين أوكرانيا وروسيا عمل تحسبا للموضوع ده، عملنا حصر لأبناء الجالية المصرية في أوكرانيا عن طريق جوجل فورم، كان فيها أسامي الناس، أماكنها، كويس. دراستها، رقم تليفونها، الجامعات اللي هم موجودين فيها، وكان على تواصل مستمر. طبعا مش الكل سجل فيها، ولكنها الحمد لله وصلت لأكثر من 1500، والباقي لما حصل هذا يعني هذا التوتر الشديد، كان في اتعملت لكل مدينة جروب على التليجرام ومجموع كان إجمالي على كم طالب يا التليجرام. فندم المتواجدين؟ الحصر اللي موجود دلوقتي في اوكرانيا، طبعا في ناس طلعت، ولكن الموجود دلوقتي في اوكرانيا يتخطى الألف طالب بكتير، يعني لان الجاليه المصريه في اوكرانيا من اقل الجاليات المصريه في العالم، وهي تقريبا في حدود من 5000، تزيد قليلا تقل قليلا، ومعظمهم من الطلبه الدارسين. الطلبه الدارسين بيتوزعوا في الجامعات الاوكرانيه اللي في الشرق والغرب والجنوب والسنتر اللي هو طيب الشمال، يعني كييف. الإخراج بقى اللي عايز يخرج من أوكرانيا الآن من خلال المعابر الموجودة، وطبعا في أولويات للخروج، فأرجو تقول لنا برضو الممرات الآمنة دي ماشية إزاي، ومدى خروج الطلبة أو حتى أعضاء الجالية المصرية اللي عند حضرتك وعايزين يخرجوا، خروجهم إزاي النهاردة في اليوم الرابع؟ هو في الوقت الحالي اللي احنا فيه، في حظر، كان في حظر تجوال مفروض، واي حد يتواجد في الشارع يعتبر عدو، مظبوط. فعلشان كده كانت الناس يعني لازم تلزم اماكنها، سواء المنازل او المخابئ او محطات المترو، تجنبا للاشتباكات اللي بتحصل من الوقت للتاني. والممرات الامنه موجوده فقط في الجهه الغربيه من اوكرانيا، وهي من بعد لفوف ومنطقه الكرباطه وخلافه، على في المحاور على رومانيا، على بولندا، على المجر، على سلوفاكيا. رومانيا في اكثر من منفذ، تقريبا 8 منافذ بيعدوا فيه الحمد لله بسلاسه، في تعاون بين الاتحاد العام المصريين في الخارج، ومشكورين الجاليه المصريه في بولندا بتحاول تستقبل الجماعه من على الطرف الثاني اللي بنجحوا في الوصول. تمام. نجح في الوصول اكثر من 81 طالب، عدوا 81 مصري، سوري، عدوا الحدود الرومانيه والبولنديه. في ناس، في تكدس شديد جدا موجود في على الحدود البولنديه، من مدينه ابتداء من مدينه لفيف لفوف والتوجه غربا. يعني الاتوبيسات بين المدن، الطرق في غايه الخطوره نتيجه طول الفتره، يعني المسافه اللي كانت بتاخد 5 ساعات دلوقتي بتاخد اكثر من 28 ساعه للاسف. اللي في اتوبيسات كانت الحمد لله وصلت بمجازفه طبعا، وكانت التجربه محفوفه شويه بالمخاطر، طيب لكن بالنسبه الامن، لكم امن في الطرق دلوقتي القطارات فقط، امن الطرق هي القطارات، وتوفرها الدوله مشكوره، طبعا عليها تزاحم شديد جدا في مواعيد غير اعتياديه، وهي بتكون بالمجان، ودي اللي احنا بننصح بيها اذا حد توفر، اذا كان في فرصه ان هو يقدر يوصل لمحطه القطار، ويكون المسافه اللي بينه وبين الملجأ اللي هو فيه الى محطه القطار امن، ان هو بنوصي بان هو بمحطه القطار. طيب نتمنى ان يكون بالنسبه في لكم وانتوا جوه كيف بقى دلوقتي، ارجوك يعني قولنا ازاي بتأمنوا وجودكم، يعني بتتواصلوا مع بعض ازاي، خصوصا احنا عرفنا ان الانترنت كان مقطوع وبدأ يبقى فيه يعني محاولات، ايلون ماسك بدأ يشغل الشبكة بتاعته يعني، فبتتواصلوا مع بعض ازاي، بتطمنوا على بعض ازاي، ازاي حياتكم عاملة ازاي دلوقتي؟ الحياة طبعا صعبة، لكن التواصل احنا الحمد لله يعني كان استعداد جيد، وده كان يعني لينا خبرة من ابتداء جائحة كورونا لما حصلت، وكان الهدف تسفير المصريين منها. دلوقتي احنا الجروبات كلها في يعني أعضاء جالية البيت المصري بيتواصلوا مع كل أبناء الجالية عن طريق التليجرام، وبتبقى بنوصي ان يبقى المجموع يعني يتجمع 3 4. احنا الاهم عندنا في كل هذا الموضوع هو البنات الطلبه، حتى اللي موجودين هنا بنحاول ان يبقى جنبهم شباب او شيء، صحيح. بحيث يبقى في لا قدر الله لو حصل لحد حاجه واحنا مش قادرين نوصل في حاله انقطاع بعض
بعد سبل التواصل ان هم يكونوا جنب بعض ويقدموا لبعض المعونه لغايه يعني، لان ايدينا مكبله صراحه. اكيد حظر تجوال وشيء قاسي جدا يعني، يعني ما فيهوش هزار، ده حرب. لكن احنا 24 ساعه على تواصل يعني، بنحاول اهالي طبعا، اهالي الطلبه احنا بنعذرهم جدا، بيتصلوا باتصالات واحنا بنجاوب على كل الاسئله، واللي ما بنقدرش نجاوب بنرجع له، والحمد لله بنحاول نطمنهم على قد ما نقدر. ولكن اللي طبعا الحلول فوق طاقتنا، دي حلول احنا جمعيه مجتمع مدني بنحاول نشتغل على الارض، وان شاء الله باذن الله يا رب بيوصل لاي قرارات تسهيل، قرارات سياديه بتسهيل هذه الامور. المنطقة الشرقية ملتهبة جدا، والمنطقة الشرقية يعني بنحاول ان لو في حد مش عارفين نعمل ايه، يعني عايزين حتى لو من في تواصل يبقى مع الصليب الاحمر بتوفير ممرات امنة، مش للمصريين فقط، المصريين والعرب وكل المقيمين في اوكرانيا، لان في مشكلة فعلا في بدأت تقل في موضوع الوقود، الاغذية. ده في اوبلاسك يعني صح كده؟ افندم؟ اللي في المنطقة الشرقية من اوكرانيا اوبلاسك، و اعتقد دونسك الشرقية من اوكرانيا هي لوغانسك ولوغانسك وخاركف. الخاركف لقت يعني هي كان فيها حرب شوارع شديدة القسوة، ودي اللي اصيب فيها محمد المصري الوحيد فعلا، محمد سعد. نتمنى ان يكون في طريق لحل هذه الموضوع. احنا بس اهم حاجه عندنا ان الناس اللي بتوصل يبقى في المدن، سوري، الدول اللي هي على الممرات من اوكرانيا، الدول الغربيه، ان يبقى في تسهيل بعد ذلك لخروجهم ووصولهم لمصر امنين، لان سمعنا ان في بيفضل طبعا هم بيمرروا الاول الاسر الاوكران، ودي طبعا ما نعرفش يعمل فيها حاجه الاوكران والاسر الاوكرانيه والاسر الغربيه. بالظبط، بس احنا متواصلين مع، حتى في متواصلين مع الجماعه، يعني كل مجموعه بتوصل من اوكرانيا، بتوصل تطلع من كييف او تطلع من خاركف او تطلع من اي مدينه بتتجه غربا، متواصلين مع احد الناس اللي بتبقى موجوده عليه، طبعا مش مع كل الناس وده غصب عننا طبعا، لكن متواصلين مع كل الناس، وبنقف على كل الاحوال اللي موجوده هناك، وهم بيبلغونا ايه اللي بيحصل هناك، وبنحاول نوصله لوزاره الهجره، بنحاول نوصله لمكتب السفاره هنا في اوكرانيا وفي كييف، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يسلمكم الامور تنتهي على خير، ودعواتكم ان شاء الله. لا، ربنا يسلمكم، وقلوبنا معاكم جميعا، دعواتنا ليكم جميعا، ربنا يا رب يحفظكم ارجوكم. شكرا. يعني استاذ عاصم، حضرتك وكل الجاليه وكل الطلبه الموجودين، أرجوكم خدوا بالكم من نفسكم وسلامتكم هي الأهم، وإن شاء الله ربنا يعني يسلمكم بإذن الله من كل سوء. شكرا جزيلا. أنا متشكر لحضرتك الأستاذ عاصم أبو الدهب، نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا. موقف مصري الحقيقة برضو عايز حضراتكم تشاركونا فيه، مصري وشخصية مصرية محترمة جدا، الأستاذ محمد العسوي، مقيم في روسيا من حوالي 16 سنة، عمل مبادرة ان هو يستقبل المصريين المتواجدين يعني في اوكرانيا، او اللي يقدروا يدخلوا الى روسيا، المصريين العالقين في مناطق الصراع، ان هم يعني يروحوا البيت بتاعه، وان هو يستضيفهم عنده في بيته. فمعانا مباشرة من روسيا الاستاذ محمد العسوي، المصري الشهم الاصيل يعني، ودور محترم جدا يعني. استاذ محمد مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. حضرتك مقيم في موسكو نفسها ولا في مدينه اخرى قد تكون بالقرب من الحدود الاوكرانيه؟ لا، انا حضرتك مقيم في موسكو العاصمه بتاعت روسيا. والفكره اللي جت لنا، او البدايه بتاعت الفكره، هي جت بعد لما الحكومه المصريه والسيد وزير السياحه تفضل مشكورا، وقال ان هو هيدعي الاوكران اللي موجودين في المناطق السياحيه المصريه، شرم الشيخ والغردقه، وقال ان الناس ديت لازم تقعد في الفنادق لحد ما تفتح الاجواء الاوكرانيه تاني. فالفكره جت من هنا، ليه احنا كجاليه مصريه ما تكونش في الخارج؟ لازم نساعد بعض، ولازم نساعد الطلبه بالذات المصريين، لان هم دول الاعمار الصغيره، وفي جزء منهم كبير لسه جاي السنه دي ما بيعرفش يتكلم اوكراني او بيعرف يتكلم روسي لصعوبه اللغه شويه، ف
فهي دي بداية الفكرة اللي ظهرت طب عندي، في وحبيت طلبة إن أنا أدعمها مصريين دخلوا من وكتبوا. أوكرانيا قدروا إن هم يدخلوا على روسيا، خصوصا الناس اللي موجودة في المناطق الشرقية زي لوغانسك يعني، الناس دي وخاركييف يعني، الناس دي في وضع صعب هناك، هل قدروا إن هم لا بص يعبروا خير، للداخل الروسي؟ لا حتى الآن هي المناطق الشرقية زي ما حضرتك قلت، والسيد الفاضل اللي كان قبليه قال أستاذ إن عاصم أبو الدهب نائب الوضع رئيس الجالية ملتهب في جدا أوكرانيا. في المناطق. الأستاذ عاصم ده الجبهة الشرقية أو الجانب الشرقي اللي هو على الحدود الأوكرانية الروسية، هي فعلا الدنيا ملتهبة هناك. تواصل معايا كتير جدا من المصريين اللي في خاركف، الطلبة اللي بيدرسوا الطب بالذات طب بشري، وهم حتى الآن هم محبوسين في خاركف مش عارفين يطلعوا. المفروض والأنباء اللي احنا سمعناها في روسيا كجالية مصرية إن في مفاوضات دلوقتي إن يفتح طريق للمدينة بتاعت خاركف بالذات، لأن هي أقرب مدينة للحدود الشرقية الروسية مع روسيا. اللي بالظبط اللي يعني المبادرة اتعملت إن احنا يعني ابتديناها من روسيا ونادينا بيها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ولقينا إقبال شديد جدا من الإخوة المصريين اللي في بولندا واللي في رومانيا، وفعلا هم راحوا أوائل الناس اللي استقبلوا المصريين، لأن هي المعابر اللي عندهم مفتوحة. احنا استقبلنا هنا 3 أشخاص كانوا في الحدود الروسية الأوكرانية، وهم كانوا متخوفين إن أي حاجة تحصل. استقبلناهم النهاردة تقريبا من حوالي 2 ساعة، والطيارة بتاعتهم بكرة على الغردقة، يعني أسرتهم حجزوا لهم طيران تمام. على الغردقة بكرة إن شاء الله دول بعد 3 بس اللي العصر. قدروا يوصلوا إنما لكم في لا موسكو زالت يعني. الحدود 3، لأن هو يعني طبعا الوضع في أوكرانيا غير الوضع في روسيا، يعني ربنا يكون في عونهم فعلا وتنتهي الحرب دي على خير، يا لأن رب. هي مأساة بمعنى الكلمة. الوضع في روسيا يعني ما فيهوش أي مشاكل. حضرتك مظبوط. عايز أطمن يعني الناس، لأن الناس كتيرة جدا كلمتني وقالت لي يرجعوا أولادهم. لحتى الآن الوضع في روسيا مستقر بنسبة 100%، تمام. في بعض المشاكل المتعلقة بكروت الفيزا أو الفيسبوك مش شغال، الحاجات اللي هي التكنيكال، ودي طيب من ضمن خليني الأبحاث أسأل زي ما حضرتك هم يا أستاذ كتبوا محمد عنها. على الدور المحترم اللي اتفضل. حضرتك بتقوم بيه في موسكو، ولكن طبعا في الأستاذ عاصم بيقول في حوالي 81 طالب قدر إن هو يعبر إلى الحدود البولندية، وممكن جزء مثلا راح عن طريق رومانيا، فهل بتنسقوا يعني بشكل شخصي مع مبادرات أخرى من مصريين مقيمين مثلا في بولندا إن هم يساعدوا في استقبال الطلبة دول لحد ما يتمكنوا من السفر والرجوع للقاهرة كمبادرات بص شخصية؟ حضرتك، هو طيب هو المبادرة اتعملت أول امبارح الساعة 8 الصبح تقريبا، والحمد لله أنا كنت صاحب المبادرة. ابتدى الموضوع ينتشر جدا، تقريبا الساعة 10 11 تواصلوا معايا ناس من بولندا ومن رومانيا، وقالوا إحنا ممكن ننسق مع بعض إزاي ونعمل المبادرة دي إزاي، وحطينا أسس لموضوع المبادرة، لأنها مبادرة إنسانية بحتة تمام كلها، مظبوط. يعني بنأدي الإقامة بتبقى مجانا الكلام ده كله. في توقعي الشخصي إن لو الحدود الشرقية اتفتحت إحنا هنستقبل عدد كبير جدا أكيد من اللي الأستاذ عاصم قال أكيد. عليه، لأن خاركف يعني بالنسبة للناس اللي كلمتني وكلمت يعني كلمتني أنا شخصيا، هم فوق ال 150 واحد في خاركف. ده غير فأنا لوجانسك تواصلت مع ناس يعني، أصدقاء مصريين حابين برضو ان يعني اتفضل. نشرح للساده المشاهدين ان خاركف ولوجانسك دول على الحدود الشرقيه مع روسيا، ودي تعتبر بالظبط اكتر منطقه يعني ملتهبه او مشتعله الان، ملتهبة فلو بالظبط فتحت ان شاء الله خلال الساعات بالظبط اللي جايه ان هم يدخلوا كممر امن عن طريق الصليب الاحمر الى داخل الاراضي الروسيه، حضراتكم هتستقبلوهم يعني لحد ما يتم اجلائهم زي يعني الثلاثه انا اللي هيطلعوا الغردقه يعني. انا الحمد لله، يعني انا كنت يعني قلت للناس تمام المصريين اللي في موسكو بالذات وعلى الدول المدن التانية، لان الطيران الروسي برضو في بعض المطارات اللي على الحدود الاوكرانية للاسف المطارات قافلة. انما احنا اسهل طريقة لوصول المصريين للقاهرة او الغردقة او شرم الشيخ
هو مطار موسكو. احنا عندنا طيارات كتيره جدا مظبوط. بتسافر كل يوم للغردقه او شرم طيب الشيخ، انا الطيارات يعني ما وقفتش، ربنا فهو ده يسلمكم اسهل حل. ويحفظكم طبعا، يعني ربنا يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله، ودور محترم ومشكور من حضرتكم من الجاليه المصريه الموجوده في موسكو. شكرا جزيلا استاذ محمد العسوي. اكيد التداعيات مش بس تداعيات سياسيه او عسكريه، ولكن ايضا تداعيات اقتصاديه خصوصا على موسكو والقرارات الاوروبيه والامريكيه اللي بتاتي ساعه بعد الثانيه، ربما يكون واحد من اقصى او اقصى هذه القرارات او العقوبات هو اخراج روسيا من السويفت. سويفت ده يعني لما حضرتك تحب تحول فلوس من اي مكان لاي مكان، في حاجه من دوله لدوله، في حاجه اسمها سويفت كود، ده كود لازم يكون موجود في هذا التحويل. ده النظام المالي العالمي او يعني بيقدر ان هو يتتبع هذه التحويلات، فدي منظومه السويفت. لو الدوله مش موجوده في منظومه السويفت، بالتالي ما بيتحولهاش مليم ولا بيخرج منها مليم على الارجح، فبالتالي بتصبح في عزله تامه، مفيش اي اموال تحول الى هذه البنوك في هذه الدولة على الإطلاق، وبالتالي ده بيهدد النظام الاقتصادي فيها بشكل كبير جدا، وبيهدد البنوك بشكل كبير جدا. يعني واضح إن تداعيات هذا الأمر هيمثل واحدة من أهم العقبات على ما يبدو، خصوصا في مجال الاقتصاد أمام روسيا حاليا. برحب بدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. أرجوك لو نشرح للسادة المشاهدين يعني إيه استبعاد روسيا من منظومة سويفت وأثر ده على الاقتصاد الروسي. طيب، نظام سويفت العالمي هو نظام تداول الدولار على مستوى العالم، يعني أي شخص أو أي شركة أو أي بنك داخل دولة عايز يتم تحويل مبلغ لدولة أخرى بالدولار، بيتم هذا الرقم أو هذه التحويل او الترانزاكشن ده عن طريق البنك الفيدرالي الامريكي. لابد ان يكون هناك علم بكيفيه التحويل والمبلغ وطريقه الاستخدام. خروج كل العالم النهارده في عملياته المتداوله على مستوى الاقتصاد العالمي في حركه التجاره العالميه، بيتم الاستعانه بنظام السويفت في عمليه التحويلات التي تتم من بنك تو بنك، من بنك الى بنك، من دوله الى دوله او من شركه لشركه. طب خروج روسيا من هذا النظام معناها ان روسيا توقفت او بتخرج من نظام التجاره العالميه في حجم الصادرات والواردات الخاصه بها على مستوى العالم. ولذلك يمكن خروج روسيا من هذا النظام، ويمكن دي اداه من ادوات العقوبات اللي بتضغط بها الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ما زالت الدول الاوروبيه وعلى راسها المانيا وفرنسا بتمنع او بتحاول ان ما يكونش يتم استخدام هذه العقوبه. لان الاتحاد الاوروبي او دول الاتحاد الاوروبي هي اكثر او اكبر الخاسرين في حاله تطبيق هذا النظام، لان روسيا بتقوم بتصدير اكثر من 38% من النفط الى اللي تحتاجه دول الاتحاد الاوروبي، واكثر من 30% من الغاز الطبيعي التي تحتاج اليه دول الاتحاد الاوروبي. فخروج هذا النظام او عدم تطبيقه على روسيا ده معناه انه هذه الدول لا تستطيع يكون في ظلام، يكون في تعطيل او انكماش للنشاط والقطاع الصناعي، وبالتالي سعر السلع يزيد، وبالتالي هتخرج من المنافسه العالميه في التسويق وفي التجاره العالميه. هو عقاب لروسيا ولكنه عقاب اكبر لدول الاتحاد الاوروبي. وبالتالي هناك تصميم ان تكون العقوبات على روسيا عقوبات تخص بوتين شخصيا او تخص اعضاء الكريملين او خاصه بتحجيم التعامل الدولاري مع البنوك. هم كانوا حددوا بنكين، البنك العسكري الروسي والاي بي في، فهم كان الكلام على بنكين بس، يعني ده كان يعني مع الساعات الاولى للعمليه. يعني النهارده بنتكلم على 5 بنوك، من المحتمل ان يكون هناك تعطيل وتجميد لانشطتهم على مستوى الدول الاتحاد الاوروبي على مستوى العالم ككل. فده عقاب، لكن يعني اؤكد انه من الصعب ان تتولى الولايات المتحده الامريكيه وتكون تضغط بفكره الخروج روسيا من السويفت، خاصه ان روسيا لديها بديل اخر، قد لا يكون في اهميه
السويفت على تداول العملات وتداول التجاره، ولكن على الاقل هو تم استخدامه وموجود اللي هو نظام الاس بي اي اس، وده نظام موجود، ده يعني نظام استحدثته روسيا موجود لديها منذ 5 سنوات تقريبا، تمام. وبتتعامل فيه 400 مؤسسه ماليه واكثر من 20 بنك عالمي بيتم التعامل من خلال هذه المنظومه من خلال العملات المحليه بعيدا عن الدولار. واضح ان التداعيات مش فقط ما يتعلق بالتحويلات الدولاريه او تحويلات الاموال، بيمتد الى الغاز زي ما حضرتك ذكرت. بالنسبه للاتحاد الاوروبي 40% من الغاز اللي بيعتمدوا عليه بياتي من روسيا، نورد ستريم 2 حتى في يعني الخط الجديد يعني، ولكن اكيد في سلع استراتيجيه اخرى روسيا مهمه فيها على مستوى العالم او حتى اوكرانيا، ففي تاثر. عايز اقول لحضراتكم الحمد لله يعني الامور في مصر الى حد كبير والى حد بعيد في حاله استقرار، مخزون استراتيجي يكفي من السلع الغذائيه الرئيسيه يكفي لاشهر طويله. النهارده كان في اجتماع مهم للرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي طبعا، وكان بحضور السيد وزير التموين وعدد من المسؤولين لمتابعه الموقف الاستراتيجي فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجيه والاساسيه مدى توفرها، كذلك الاستعدادات. واحنا داخلين على شهر رمضان، كل عام وحضرتك بخير يا دكتور والمشاهدين بخير بعد 4 اسابيع، فكان في توجيه بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي للدوله من السلع الغذائيه. ادعو حضرتك والساده المشاهدين يعني نتابع اهم ما دار في هذا الاجتماع، واترك لحضرتك التعقيب من بعد. السلع الاستراتيجية الغذائية في مصر. لا توجد مشكلة في توافر السلع الاستراتيجية. استمرارية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع لمدة لا تقل عن متوسط 5 أشهر. شيدت مصر صوامع الغلال الاستراتيجية على مدار 7 سنوات ماضية. المخزون الاستراتيجي للقمح يصل ل4 أشهر. المستهدف للقمح هو الوصول ل4 ملايين طن. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر لمدة حوالي 4 و5 أشهر. الانتاج المحلي من السكر يغطي احتياجات مصر بنسبة 90%. الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي ل5 أشهر. اكتفاء ذاتي من الأرز باحتياطي استراتيجي يصل ل5 و6 أشهر. الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل ل3 أشهر. اللحوم الطازجة والدواجن تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما ل5 و8 أشهر. استعدادات شهر رمضان. افتتاح معرض أهلا رمضان في أرض المعارض من 24 مارس وحتى 2 إبريل. من المقرر افتتاح 160 شادرا بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية. مشاركة 2500 فرع من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية. دكتور عبد المنعم، يعني رؤية حضرتك لمدى الحمد لله الاستقرار اللي موجود في مصر فيما يتعلق بتوافر السلع الاستراتيجية خصوصا من القمح والسلع الأساسية. أولا لا شك أن الحرب أو الدائرة الآن ما بين روسيا وأوكرانيا لها أثر سلبي على مستوى الاقتصاد وعلى حركة الحبوب والغلال وعلى مستوى الأسعار. يعني زي ما كنا بنقول دايما أن الرصاص الذي يطلق حاليا في روسيا وأوكرانيا بيصيب المستهلك ويصيب الاقتصاد العالمي. الحمد لله مصر يعني لدينا، لو كلمنا على 3 نقاط أو 4 نقاط هم دول اللي بيأثروا علينا بشكل كبير. لا، أول حاجة القمح. احنا الحمد لله القمح عندنا مخزون استراتيجي، ولدينا أيضا في شهر إبريل القادم هيكون لموسم الحصاد، وده هيكفي معانا على الاقل من 5 شهور، لانه هيكون الحصيله المتوقعه لي من 4 ل4.5 مليون طن من القمح. فاعتقد ان ده شيء جيد جدا، هيكون يكفي مع الاحتياطي الاستراتيجي الموجود حاليا الى 10 شهور قادمه، يعني معانا لغايه اخر العام ليس لدينا اي اشكاليه. ولكن طبعا على الدوله المصريه حاليا انها بتسعى على خطتين، خطة قصيرة المدى اللي هو البحث عن بدائل أخرى لروسيا، وموجود في باكستان، في أوزبكستان، في كثير من دول شرق آسيا نستطيع أن نحصل على الأقماح المختلفة بأسعار مناسبة إلى حد ما، ويمكن هيكون ارتفاع الأسعار ليس
بالارتفاع الكبير، لكن على الأقل يكون هناك مزايدات خلال الفترة القادمة. طبعا لدينا بقى الخطة الطويلة اللي هو زيادة المساحة المنزرعة من الأراضي من القمح، وخاصة في توشكا، خاصة في سيناء. ايضا الدلتا الجديده يا فندم، يعني النهارده بنتكلم في اكتر من 500,000 فدان بلغه السوق كده دخلوا الخدمه في مجال الزراعه، يعني ستر ربنا يعني. الحمد لله. وايضا عندنا اللي هو يكون الابحاث الزراعيه ويكون الجوده الخاصه بالمنتج، وان يكون جوده المنتج القمح يكون عاليه. ولكن عندنا حاجه مهمه جدا لابد ان نعملها خلال الفتره القادمه القصيره، وهو شهر ابريل اللي هو الحصاد، أن يكون السعر المقدم للفلاحين سعر عادل وسعر كبير، عشان ما يبقاش فيه اختيار لدى الفلاحين أن يكون جزء من المحصول يتم تخزينه وتشوينه لديهم لإعادة طحنه بمعرفته. احنا محتاجين يكون كل حباية قمح تكون بيتم تحصيلها أو يكون يتم يعني جنيها في هذا الموسم أن تدخل صوامع الدولة المصرية. وده كان 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 معانا المهندس عبد المنعم خليل امبارح رئيس هيئة السلع التموينية وبوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكد إن فعلا طرح السعر والسعر جيد جدا وسعر عادل جدا، وإن في يعني إن شاء الله هيكون في إقبال كبير على التوريد من المزارعين إن شاء الله. تمام. نفس الكلام، إحنا لدينا إشكالية في السياحة. إحنا السياحة الروسية بيأتي منها حوالي 3 مليون سائح سنويا، السياحة الأوكرانية من 1.5 إلى 2 مليون سائح. فاحنا كان من المتوقع ان يكون هناك 5 مليون سائح، طبعا بسبب الاضطرابات الموجوده حاليا اعتقد ان هذا العدد هيقل اقل من يعني اقل من 40% او 30% من حجمه. وبالتالي علينا فتح اسواق جديده، خاصه ان النهارده العالم هيبقى منهك اقتصاديا طبعاً في الاتحاد الاوروبي، لكن محتاجين فتح اسواق كبيره ومتعدده في الصين. احنا بالفعل فتحنا اسواق من الصين، لكن محتاجين تنوع في شرق اسيا بحيث يكون تعوض لينا، وايضا التعامل مع دول اخرى زي قبرص، ودي دوله قريبه من الدوله المصريه سياسيا وجغرافيا، وممكن يبقى السائحين الذين ياتوا الى قبرص يكون هناك في تعامل عن طريق الطائرات الشارتر انها تكون من ضمن برنامج الرحله عنده يومين او ثلاث ايام او ثلاث ليالي في يقضيها في مصر، سواء في اي من المزارات الموجوده او المدن السياحيه المصريه. مظبوط. نفس الكلام عندنا اشكال يعني خير ممكن نقوله اللي هو في الغاز الطبيعي. مصر النهارده دوله بتحقق اكتفاء ذاتي من الغاز من اكتوبر 2020، ولدينا فائض حوالي 6.5 مليار متر مكعب، نستطيع ان مصر تصدرهم كجزء من حل، ليست ككل، ولكن مصر من خلال حجم الغاز اللي بيتم انتاجه، وايضا من الغاز اللي بيتم تسهيله عن طريق محطات دمياط من دول شرق المتوسط، قبرص واسرائيل وغيرها، تستطيع الدوله المصريه تكون جزء من الحل. وده اللي انا اعتقد ان العالم هيتجه ليه، لانه الولايات المتحده الامريكيه لديها رؤيه ان تخرج النفوذ الروسي من دول الاتحاد الاوروبي، ما يكونش هناك هيمنه اقتصاديه من روسيا على دول الاتحاد الاوروبي. كان الحديث على انه الولايات المتحده الامريكيه هتقوم بسد جزء كبير من العجز في الغاز الطبيعي، وايضا الاعتماد بجزء كبير على شرق المتوسط كجزء بديل للحل. عندنا الخطه ديت، وايضا من خلال ده ممكن يكون هناك استعانه ببعض الشركات والتعاقدات مع الشركات الامريكيه والاوروبيه بالبحث والتنقيب من جديد على الغاز الطبيعي داخل مصر وفي الحدود البحريه اللي تم ترسيمها سواء البحر المتوسط او البحر الاحمر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه، واستاذنكم نخرج الى فاصل سريع. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة عدد من ملفات الوزارة وكذا المشروعات الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام في مصر وزيادة المكون المحلي، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية في هذه الفترة، مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيا المطبقة عالمياً إلى الصناعة المحلية. أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 1897 منشأة طبية خاصة مخالفة في الفترة من 7 إلى 24 من فبراير الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص على المنشآت الطبية الخاصة حرصاً على صحة وسلامة المرضى. والحملات تضمنت المرور على 8318 منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية. بدأت وزارات التنمية المحلية والمالية والإنتاج الحربي والبترول تنفيذ بروتوكول تحويل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 1.2 مليار جنيه بدءاً من العام المالي الحالي 2021-2022. أعلنت وزارة الموارد المائية والري الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4290 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، وبذلك تصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11454 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 51 كيلومتر. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. في احتفالية نظمها مجلس الدولة، أدى المندوبون المساعدون الجدد بالمجلس المعينون بالقرارين الجمهوريين 46 و66 لعام 2022 اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، ليصبحوا بذلك جزءاً من الكيان القضائي المصري العريق. اللي بيعينوا في مجلس الدولة يعني دائماً من المتفوقين وأصحاب المراكز الأولى على جامعاتهم، في من كل الجامعات بيكون الاختيار على هذا الأساس، إن أفضل العناصر اللي بيتم اختيارها للتعيين في مجلس الدولة وأكثرهم تفوقا. 173 قاضيا من دفعات 2016 و2017 و2018 أقسموا على أداء رسالتهم السامية والتمسك بنصوص التشريعات، مع التزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه طبقاً لما ورد في مدونة التقاليد القضائية. الحمد لله انضمينا مع نخبة من زملائنا كلهم، إما حصلنا على امتياز مع مرتبة الشرف أو امتياز أو جيد جداً، كلهم على درجة عالية من العلم والثقافة، والحمد لله بنعتبر نفسنا لبنة في بناء وصرح كبير جداً، ده بيضيف من احساسنا بالمسؤوليه واحساسنا ان احنا لازم نعمل حاجه. دي لحظه الواحد يعني ربنا بيكلل مجهوده فيها بعد سنين كتير من التعب، سواء كان الاربع سنين بتوع الكليه او بعدها سنتين في ان انا احصل على الماجستير من جامعه عين شمس، فكانت فتره فعلا صعبه في حياه الواحد، لكن الحمد لله ربنا كرم النهارده ان شاء الله ويبقى يعني جزء من حصن الحقوق والحريات اللي هو مجلس الدوله. ربنا يعيننا ونقدر نكتسب خبرات في وقت بسرعه، وبالتحصيل العلمي الجيد باذن الله ربنا يعيننا على أداء الأمانة بإذن الله والحكم الناس بالعدل. ويعد مجلس الدولة أحد القلاع القضائية الشامخة في مصر، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. من مصر، عمرو موسى. نبعد بقى عن الأخبار المتعلقة باللي بيحصل في روسيا وأوكرانيا، ونرجع للحاجات اللي كنا بنتكلم فيها مع حضراتكم، هو الجديد في مسألة اللقاحات وكورونا، والعالم بيتوجه في الأمور دي بإيه. الأسبوع اللي فات منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر هتكون مركز إقليمي
لتصنيع نوع محدد من اللقاحات، لقاحات الحامض النووي اختصارا اللي هي اسمها mRNA. دي الحقيقة الخطوة مهمة جدا في مجال تصنيع اللقاحات على الأراضي المصرية، في مجال التصنيع الدوائي. طبعا في جهد كبير جدا بيبذل خلال الفترة اللي فاتت في مجال البحث العلمي المتعلق بإنتاج اللقاحات. تم إنتاج اللقاحات اللي هو اللقاح المصري الصيني بشكل محترم جدا، وشفنا الدفعات اللي خرجت منه، وبالفعل حتى راحت لعدد من الدول، 6 دول في إفريقيا، شفنا منها مثلا بيروح لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة. دور محترم، وأعتقد الخطوة دي كمان هيكون ليها مردود إيجابي. هنتعرف على التقنية دي، إيه النوع ده بالضبط من اللقاحات، ولكن نشوف الأول التقرير. تتشابه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في استهداف تدريب جهاز المناعة على استهداف جزء محدد في فيروس كورونا ومساعدة جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة للفيروس. منذ أيام منحت منظمة الصحة العالمية مصر تقنيات mRNA لنظام تصنيع اللقاحات داخل مصر في إطار برنامج التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد. اللقاحات المصنعة باستخدام هذه التقنية تعمل على تدريب الخلايا كيفية صنع بروتين يؤدي استجابة مناعية بنفسها، كما تعمل على الحماية من أمراض مثل فيروس كورونا دون المخاطرة بالعواقب الخطيرة المحتملة للمرض، وذلك وفقاً للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية. وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين يحصلون على لقاح مصنوع من خلال هذه التقنية بالحصول على جرعتين متطابقتين في المرة الأولى والثانية. أما الجرعة المعززة فلا يشترط تلقي جرعة مطابقة للجرعتين السابقتين. وتنقسم اللقاحات الفيروسية إلى 4 أنواع. الأول هو لقاحات فيروسية تقليدية كاملة، وتعتمد على استخدام شكل معطل أو ضعيف من فيروس كورونا نفسه، مثل لقاحات سينوفاك الصينية. أما الثاني فهو لقاحات الناقل الفيروسي، وفي هذا النوع من اللقاحات يأخذ العلماء مواد وراثية من فيروس كوفيد-19. ومن أمثلته لقاح جامعة إكسفورد البريطانية مع شركة أسترازينيكا، واللقاح البلجيكي مع شركة جونسون أند جونسون الأمريكية، واللقاح الروسي من شركة إسبوتنيك. أما النوع الثالث من اللقاحات فهو لقاحات الحمض النووي، ومن أنواعه لقاح موديرنا الأمريكي ولقاح فايزر. والنوع الرابع والأخير هو لقاح الحمض النووي الريبي، ويتميز هذا النوع من اللقاحات بأنه يمكن إنتاجه بشكل أسرع من الطرق التقليدية. وهذا النوع هو الذي اختارت منظمة الصحة العالمية مصر لتكون إحدى الدول الإفريقية المصنعة له. من مصر، محمد الجباس. نفهم أكتر على النوع ده من اللقاحات وأهمية أن مصر تكون مركز إقليمي لتصنيعه من دكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنغهام في بريطانيا. دكتور ياسر، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ عمرو، حيدا كل أهلا بحضرتك. شرف لينا، شكرا جزيلا لحضرتك. حاولنا في التقرير أن احنا نشرح كده يعني بشكل مختصر أهمية هذا النوع من اللقاحات، ولكن حضرتك شايف الجيل ده من اللقاحات ازاي هيكون اداه لتسريع التعافي من كورونا؟ والله انا بشكركم اولا على التقرير ده، كان تقرير تقريبا وافي بالنسبه لشرح اللقاحات طبعا، واشكركم على الاستضافه. الحقيقه ان الماسنجر ار ان اي فاكسينز او اللقاحات المصنعه من الحمض الرسول الريبوزي هو المستقبل في كل اللقاحات غالبا في ال10 سنين القادمة تقريبا يعني. والسبب الموضوع ده ان هي اكثرهم امانا نوعا ما واقلهم حدودا للحساسيات وما شابه ذلك، يعني مضاعفاتها اقل بكتير قوي من الانواع الاخرى، بالاضافة لان حضرتك التكنولوجيا او النو هاو لما هتتنقل إن شاء الله لمصر بإذن الله هيكون عندنا القدرة إن احنا نعمل كميات كافية لأفريقيا وللدول المجاورة، بالإضافة لإن احنا هيبقى عندنا القدرة إن احنا نطور برضو اللقاحات دي لما يكون عندنا لا قدر الله متغيرات جديدة في الفيروس. ده معناه دكتور ياسر إن في ثقة من منظمة الصحة العالمية في ما لدى مصر من إمكانات سواء بشرية أو مادية لتصنيع هذه اللقاحات، وأنها تكون مركز إقليمي ليها. شايف ده إزاي هذا التصور يعني وهذا الواقع؟ أنا شايف إن لا شك إحنا عندنا العلماء الكافيين
والخبرات المصرية الكافية لتصنيع هذه اللقاحات، لكن هي كانت عملية الترخيص لنا وفي نفس الوقت وضع ثقة فينا لعمل هذا الشيء، بالإضافة لأنها هتكون يعني زي ما بيقولوا فتحة خير لنا إن إحنا نبقى مركز إقليمي وليس للقاح الكورونا فقط ولكن لجميع أنواع اللقاحات، لأن دي هتبقى العالم بيتغير نحو الوقاية خير من العلاج. يعني ده مش هيبقى فقط بالنسبة للكورونا، ممكن يكون في أنواع أخرى من الفيروسات يعني. أنواع أخرى من الفيروسات، وأحب أزيد لحضرتك بيتي يعني إن أغلب اللقاحات الجديدة اللي بتطور في علاج السرطان هي من نفس النوع ده تقريبا يعني إن شاء الله. طيب ده الحقيقة شيء عظيم، مش هتبقى بس المقاومة فيروسية، هتبقى مقاومة لأمراض أخرى برضو. طيب دكتور ياسر، أرجوك تطمننا برضو فيما يتعلق بالوضع بقى الوبائي، يعني يمكن الوضع في روسيا وأوكرانيا صرف الأنظار، بقى لنا يمكن 5 أيام أهو عن الوضع الوبائي لكورونا، يعني الأمور حضرتك شايفها بتسير في أي اتجاه دلوقتي؟ والله أنا متفائل يا أستاذ عمرو، يعني الفكرة إن الأوميكرون لما جه وكان سريع الانتشار لكنه الحمد لله كان أضعف قليلا من المتحورات الأخرى اللي كانت تسبقه، وبالتالي بالرغم من إن بعض اللقاحات كانوا متخوفين إنها متديش مناعة ضده، لكن ثبت إن أخذ 3 جرعات من اللقاح بأنواعه وأكثرهم طبعاً على إطلاق الماسنجر RNA أثبتت كفاءة أنها بتدي مناعة لحوالي 90%، بالإضافة أن كلما ازداد الفيروس ضعفاً زي ما حصل في الأوميكرون كلما كان ذلك نديراً أن الموضوع هيخف إن شاء الله بإذن الله، هنتعايش معاه لمدة شوية يعني على الأقل 1 أو 2 سنين، لكن إن شاء الله مع زيادة ما هو احنا عايزين بقى نطعم كل البشر اللي موجودين في الارض، يعني هيش هتبقى طول ما كانت هناك النار وهناك الخشب او الوقود ليها، طول ما هينتشر الفيروس في الناس اللي ما خدوش مناعه او ما طعموش ضد الفيروس اكيد، فلابد من تطعيم اعداد كافيه من الناس عشان نوقف هذا الانتشار ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر الشربيني استاذ المناعه بجامعه نوتنغهام في بريطانيا، شكرا جزيلا لحضرتك. وعايز اقول لحضراتكم بقى يعني خبر لطيف جدا للناس اللي بتحب البيئه والمحميات الطبيعيه الموجوده في مصر، ودي طبعا كنوز مصر الطبيعيه. وزاره البيئه عملت خطوه الحقيقه رائعه جدا، ان يقدر اي حد وهو موجود في بيته يدخل على موقع في برنامج تعريفي بالمحميات الطبيعيه كلها اللي موجوده في مصر، هيلاقي صور حيه لكل هذه المحميات الطبيعية، يقدر ياخد فيها كده ايه بلغة السياحة تور، ياخد فيها جولة يشوف ايه المحميات دي، ايه اللي موجود فيها. كمان بيعرف الناس ازاي تتعامل مع هذه الاماكن، يعني في منها اللي في الصحارى، في منها اللي في البحر الاحمر مثلا زي راس محمد، زي وادي الحيتان، بنتكلم على اماكن اخرى، وادي الريان، أمور كتير جدا أو محميات كتير جدا قد يكون بعضنا لما بيزورها ما بيبقاش عارف إزاي يتعامل مع هذه الأماكن عشان يتم الحفاظ عليها، لأن دي ثروة، مش بس ثروة لمصر ولكن ثروة بيئية بالنسبة للكوكب كله أو للعالم كله. برحب بالأستاذ محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بوزارة البيئة. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور يا استاذ عمرو على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. ارجو حضرتك تقول لي الدافع بقى ورا هذه الخطوه الجميله ان تكون محمياتنا الطبيعيه موجوده يعني بطريقه الواقع الافتراضي ونقدر نعيشها واحنا قاعدين في بيوتنا للي مش قادر يزورها يعني. بالظبط، هو بالفعل خطوه الرحلات الافتراضيه دي جت بعد 1 سنة من اطلاق حمله ايكو ايجيبت، وهي حملة وطنية مش بس للترويج عن الكنوز الطبيعية والمحميات الطبيعية زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لكن ازاي نحافظ عليها لينا ولأولادنا ضمنا لاستدامتها يعني. فالفكرة العامة بتاعت ايكو ايجيبت كحملة وطنية هي التعريف عن المحميات، في كل محمية هنلاقي بنحكي لك القصة بتاعت ايه هي الموارد الطبيعية الموجودة، ايه الموارد الثقافية
ايه الكنوز الجماليه اللي محدش يعرف عنها. ده اول محور. تاني محور هتشوف ايه داخل المحميه من السكان المحليين. هي. وده جزء كتير مننا ما يعرفوش، هو البعد التراثي والثقافي للقبائل المختلفه. عندنا 9 قبائل مختلفه بيسكنوا جزء كبير من محمياتنا. احنا عندنا 30 محميه على الاقل، فيهم 12 فيهم سكان محليين. ففي بعد ثقافي رائع جدا، وهو يعني محدش اتكلم عليه قبل كده، محدش ابرزه. تلات محور هي ايه الانشطه اللي ممكن نعملها داخل كل محميه. في محميات نقدر نعمل فيها بعض الانشطه ومحميات اخرى ما نقدرش نعملها، زي مثلا مشاهده الطيور. مشاهده الطيور عندنا في موسمين في السنه بنشوف 3 مليون طائر بيهاجروا من خلال بيعدوا يعني على البحر الاحمر. اخر حاجه هي هتقعد فين داخل المحميه، وهنا بنروج بقى للاقامه البيئيه من خلال المخيمات والفنادق البيئيه او الايكولوجي. ممتاز جدا. لكن لقينا ان تواكبا مع التكنولوجيا العالميه عايزين نوصل المحميات لبيوت المصريين، مش بس المصريين، كمان بنستخدمها للترويج للمحميات والسياحه البيئيه خارج مصر بالتعاون مع وزاره البيئه. فببساطه جدا المشاهد ممكن يدخل على موقع ايكو ايجيبت اكسبيرينسز في وزاره البيئه. عندنا 12 رحله افتراضيه كامله بنتكلم فيهم عن ايه هي المحميه، بعض الحاجات الاساسيه والمهمات الاساسيه، وكمان في بعض المحميات ليها بعد تراثي او ثقافي هيلاقي في الرحله الافتراضيه دي، بيدوس على بطن معين بيطلع له المعلومات دي باللغه الانجليزيه واللغه العربيه. أكيد ده هيكون ليه مردود عظيم جدا في مجال السياحة، يعني ده يكون موجود، ده كمان بتعاون مع وزارة السياحة، مش عارف ده حاصل ولا لأ، إنه يكون موجود على الموقع، يكون يتم يعني نشره بشكل كبير، أعتقد ده يكون ليه أثر ومردود سياحي كبير يعني. أكيد يا فندم، إحنا بنتكلم على منتج سياحي يعني بنحاول ندخله مصر وسياحة بقى داخل المحميات الطبيعية، ما كانش موجود قبل كده. وانا كنت سامع حضرتك قبل المداخله بتتكلم عن كورونا، احنا بواقع كورونا السياحه البيئيه او السياحه المحميات هتزيد بنسبه، او بالفعل زادت بنسبه اكتر من 15%، قبل كورونا كانت حوالي 10%. الناس قدرت قيمه البيئه النظيفه او البيئه المحميه من الملوثات. بالزبط. اكيد كلنا فهمنا دلوقتي. صحيح، بالظبط يا فندم، بالظبط. وده بالفعل بيتم بالتعاون مع وزارة السياحة، وحملة إيكو إيجيبت تبقى ممثلة في جميع المعارض الخارجية. يعني مثلا خلال الأسبوع ده يوم الأربع إيكو إيجيبت هتسافر مع المعرض الخارجي لدولة المجر اللي هو هانج إكسبو، وبالفعل هنعرض فيه حتى الرحلات الافتراضية دي. حابب برضه أقول لحضرتك إن ممكن الرحلات الافتراضية دي ممكن نشوفها من خلال النظارات المخصصه لذلك، لو حد عنده الفي ار او الفي ار جوجلز، لو حد عنده، لو ما حدش عنده احنا موجودين في كل ويك اند في مكان شكل. يعني احنا موجودين مثلا دلوقتي في معرض ديارنا اللي شغال دلوقتي وفيها خاصيه النظارات، لو حد من السلام المشاهدين يحب ده لو لبس النظاره ومثلا لبسها وفتح مثلا على محميه راس محمد هيعيش اكنه بيعمل دايفنج في المحميه او بيتفرج على المحميه ككل، يعني اكنه عايش فيها يعني. ده رائع جدا. بالظبط، بالظبط. هايل، يعني شجعتنا بصراحه ان احنا ندخل على ايكو ايجيبت ونشوف الحاجات الجميله دي وكنوز مصر اللي انا زي ملايين كتير جدا يعني من المصريين اكيد يعني ما قدرناش ان احنا نشوف معظم المحميات دي، وفي مننا حتى اللي ما راحش، فاعتقد تبقى فرصه كويسه جدا عن طريق الموقع. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد عليوه، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بوزاره البيئه. وبما اننا بنتكلم على المحميات والبيئه والطبيعه والخضرة بقى، فيلا بينا نتفسح ونروح نشوف معرض زهور الربيع. فرصة الحقيقة جميلة جدا الناس انها تشوف النباتات وتشوف الخضرة والجمال ده، اللي بيحب بقى النباتات وبيحب يقتني النباتات، فرصة عظيمة جدا موجودة في حديقة الأرمان، واحدة من أقدم يعني الحدائق في مصر وفي العالم،
وحاجه الحقيقه فخمه جدا، معرض مهم جدا هيقعد حوالي 45 يوم، يعني لسه لغايه شهر مارس، هو طبعا افتتح امبارح يعني فلسه قاعد معانا شهر تقريبا يعني، فاعتقد فرصه كويسه جدا للناس ان هي تروح وتشوف وتتفرج على المنتجات النباتيه، وجزء منها الحقيقه ممكن يكون كمان نباتات نادره. برحب بالمهندس مصطفى عبد المنعم عضو اللجنه العليا لتنظيم معرض زهور الربيع. مهندس مصطفى مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. مساء النور يا فندم وكلكم طيبين ومصر كلها طيبه. ارجوك بقى قول لنا ليه عشاء معرض زهور الربيع، في ناس دايما كل سنه لازم تروح يعني، فارجوك قول لي ايه اللي بيميز المعرض السنه دي وايه الجديد فيه؟ اللي بيميز المعرض الحقيقه السنه دي ان هو طبعا يعني اقيم على مساحه 31,000 متر. طبعا دي مساحه كبيره جدا وسط 28 فدان. وفي 240 شركه يعني موجوده في تنافس جميل جدا. في الاخر بيؤدي الى صناعه جديده جدا وهي صناعه الزينه، يعني هنقدر نطلق عليها صناعه الزينه لان اعتقد انها ليها مستقبل باهر. نتحول ان شاء الله في يوم من الايام من الهواه الى الاقتصاد الحر فيها. اعتقد ان احنا قادرين ان نصدر وناخد مرحله جديده زي هولندا اللي بتعتمد على زراعه الزينه بالكامل، وزي كينيا اللي خلال السنتين ثلاثه اللي فاتت اصبحت نمره واحد على مستوى العالم في الكات فلاور. فانا شايف ان مصر تقدر وتقدر جدا كمان. الاقبال النهارده اخباره ايه؟ الحقيقه طبعا المعرض اول افتتاح له الاقبال بيزيد يوم بعد يوم. امبارح كان الاقبال جيد جدا والنهارده في تزايد. احنا بنوصل تقريبا في بعض الاوقات ان الباب نفسه بيغلق من كتر ما الجنينه مش قادره تستوعب سواء عربيات او ناس جديده. ودي مراحل يعني بتدل وبتقول ان المعرض دايما في تقدم والناس دايما مقبله على انها تيجي وتشوف كل المنتجات. الاسعار بقى للناس اللي بتهوى انها تقتني الزهور والنباتات اخبارها ايه؟ لا الاسعار في متناول الجميع يعني. حضرتك احنا تخيل ان احنا عندنا ورد بيبتدي من 2 جنيه وفي برضه في نفس التوقيت ورده ممكن توصل ل 1000 جنيه. ده موجود وده موجود. طب هتقولي دي ليه غاليه؟ لان دي لسه جديده ومراحل الانتاج بتاعها صعب، ويمكن نكون احنا لسه مش قادرين ان احنا نجيب التكنولوجي بتاعها بالظبط، ولكن في يوم من الايام هتبص تلاقيها في اسعار متناول الجميع. وبعدين خد بال حضرتك ان جميع مصر رائده، معرض 89 مصر هي الرائده الاولى في المنطقه كلها في صناعه الزينه وفي نباتات الزينه، وفود بتجينا كل سنه من كل الدول اللي حوالينا، مشاريع كلها بتتجه الى معرض الزهور عشان تتفرج على كل ما هو جديد وكل ما هو نادر في عالم النباتات. هل برضه بيبقى في نباتات موجوده من دول اخرى مثلا بتبقى فرصه للعايز يشتري نباتات نادره مش موجوده في مصر، ولا مجرد هو قاصر على المنتجات المصريه فقط؟ طبعا هو الاساس المنتجات المصريه. بالنسبه للمنتجات النادره اللي موجوده من كل انحاء العالم موجوده، لان في ناس بتقتني الكلام دوت وبتقدمه للناس في حاجات مش للبيع، لمجرد ان حضرتك تستمتع بالجمال وتستمتع بالعمر وتستمتع بالنضوره بتاعتها. وفي نفس التوقيت في بعض الاستيراد اللي احنا بنضطر ان احنا نستورده عشان نبتدي نتحول، لان انا بعد ما بستورد هذه النبته ببتدي اشتغل عليها في المعامل عندي عشان اقدر اعملها في مصر وتبقى متواجده ونصدرها للعالم كله، ان مصر من اقوى الدول في المنطقه اللي بتصدر نباتات زينه لكل الدول اللي حواليها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس مصطفى عبد المنعم عضو اللجنه العليا لتنظيم معرض زهور الربيع، مناسبه كويسه جدا للناس اللي بتحب اقتناء النباتات والزهور، وتبقى بيوتنا الحقيقه كده جميله، وبدل السطوح اللي بيبقى عليه كراكيب والبلكونات اللي فيها كراكيب جميل ان الناس تزرع وتحط كده اثار زرع واثار ورد وشجر زينه، اعتقد ده شيء جميل جدا. ويلا بينا نشوف هذا المعرض، معرض زهور الربيع في حديقه الأرمان. افتتاح معرض زهور الربيع 89 بحديقة الأرمان للنباتات والزهور بالجيزة. المعرض بيشارك فيه أكتر من 240 عارض ومنتج لنباتات الزينة والزهور وكمان الأشجار، والأول مرة بيتم إقامة معرض خاص بالتمور، وده تزامنا مع أن مصر أصبحت الدولة الأولى عالميا في إنتاج التمور. المعرض في ساعته الأولى شهد إقبال كبير من الزائرين اللي حرصوا على اقتناء ومشاهدة نباتات الزينة. تعالوا نتعرف أكتر على معرض زهور الربيع 89.
في معرض زهور الربيع، وزارة الزراعة وفرت معرض خاص لبيع منتجاتها الغذائية بتخفيضات تصل ل 40%، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم. معرض بيتطور من سنة إلى أخرى، احنا حالياً نعتبر في الدورة 89، زي ما حضراتكم شفتوا مستوى العارضين أصبحت مسألة نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الأزهار وكذا أصبحت صناعة وأصبحت تستخدم في التصدير، زي ما شفتوا كده أصبح جانب كبير من العارضين بيصدرهم، وبالتالي احنا بندعمهم في إطار زيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية، بنقدم لهم كل الدعم وكل التيسيرات. المعرض عندنا على مساحة 31,000 متر مربع، مشارك معانا 240 عارض. في المعرض موجود عندنا نباتات زينة داخلية، نباتات زينة خارجية، في عندنا المسطحات الخضراء والنجيل، في عندنا منتجات رمضان اللي هي التمور. احنا بنحاول من خلال معرض زهور الربيع ان احنا نوفر المنتجات الخاصة بالوزارة من عسل نحل ومربات وزيوت زيتون، المنتجات الخاصة اللي بيحتاجها اي بيت مصري. المفاجأة كانت ان مع بداية الساعات الاولى لافتتاح معرض زهور الربيع 89 هو الاقبال الكبير اللي رصدناه للزوار. في اكتر من عارض وفي نباتات كتير، يعني بعكس المشاتل الاخرى بتبقى فيها انواع محددة، إنما هنا كله متسع اللي تشتري دي ما انت عاوز. العارضين والمزارعين والشركات في المعرض بتقدم أحدث الآليات والأدوات التكنولوجية الزراعية اللي بيتم الاعتماد عليها في زراعة نباتات وزهور الزينة. الناحية العلمية خلتنا نقدر نطلع طرق إنتاج وإكسار لنباتات الزينة في حدود إننا بنوفر حوالي 90% من المية، زي توجيهات الدولة دلوقتي ان احنا نوفر في انتاج نباتات الزينه. معرض زهور الربيع هو فرصه مناسبه لجميع الاعمار والفئات العمريه انهم يشوفوا ويقتنوا نباتات وزهور واشجار الزينه، وكمان يقدروا من خلاله اقتناء المنتجات الغذائيه باسعار مخفضه. من مصر، محمد الجباس. احمد حسن زويل، العالم والعبقري المصري الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1999. ولد دكتور زويل في 26 من فبراير عام 1946 بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وحاز على بكالوريوس الكيمياء بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967، ثم عين معيدا بها حتى حصل على الماجستير في الكيمياء الضوئية. حصل بعدها على منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية لينال درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر، ويتدرج بعدها في المناصب والمراتب العلمية في جامعات كاليفورنيا وكالتاك التي أصبح بها أستاذاً رئيسياً بدرجة كرسي في علمي الكيمياء والطبيعة. ابتكر دكتور زويل نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر، وله القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحامها ببعضها البعض، والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة كانت هي الفيمتو ثانية، وهي جزء من المليون من البليون جزء من الثانية. وفي 21 من أكتوبر عام 1999 حصل العبقري المصري على جائزة نوبل في الكيمياء منفرداً، ليصبح بذلك أول عالم مصري وعربي يفوز بهذه الجائزة. حاز على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية بأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم الفيمتو ثانية، ونال أكثر من 50 دكتوراه فخرية من الجامعات العالمية ومنها أكسفورد وكامبريدج، كما حصل على وسام الاستحقاق وقلادة النيل العظمى، وهما أعلى الأوسمة المصرية، وأطلق اسمه على العديد من المدارس والشوارع والميادين في مصر. وبعد مشوار طويل مع العلم، ظل حلمه الكبير هو إقامة مدينة زويل العلمية على الأراضي المصرية، وهو ما تحقق فعلياً قبل رحيله عن دنيانا في 2 أغسطس عام 2016، ليبقى اسمه زخراً وفخراً لمصر والوطن العربي. من مصر، طارق أحمد. بيتجدد لقائنا مع حضراتكم، اللقاء الأسبوعي اللي بنناقش فيه أحوال الأسرة المصرية وإزاي نصل لأسرة سعيدة، أسرة تعيش في هدوء وتطلع للمجتمع وللبلد جيل جديد يكون قادر إن هو يتحلى بصفات حميدة، جيل يقدر إن هو يكون أداة للبناء وأداة لتنمية الوعي.
النهارده هنتكلم مع ضيفينا الكريمين العزيزين عن فكرة الامتداد. أكيد الأسرة الجديدة اللي بتنشأ النهارده، الزوجين حديثي الزواج، هم امتداد لأسرتين لعائلتين، اختلاف في الطباع، اختلاف في العادات والتقاليد وطريقة التفكير وكل شيء، كل شيء حتى في الأكل، دول بيحبوا حاجة ودول بيحبوا حاجة، دول من قبلي دول من بحري. ولكن العيلة الجديدة أو الأسرة الجديدة اللي اتشكلت دي، يا ترى إزاي تقدر تتعامل مع هذا الاختلاف، وإزاي الاختلاف ده يكون أداة للقوة، قوة ومتانة الأسرة الجديدة مش أداة للضعف زي ما بيحصل للأسف في بعض البيوت. حقيقة بداية حابب أرحب بضيفتنا الكريمة اللي بنتشرف إنها تكون موجودة معنا النهاردة لأول مرة، يعني دكتور إلهام محمد شاهين، الأمين عام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ عمرو وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا يعني الأستاذ ممدوح المصري حبيبنا المنسق برنامج مؤدب وزارة التضامن، إن شاء الله برضو يكون موجود معنا، لأن طبعا إضافة بنقدرها وبنحترمها بشكل كبير جدا. برحب بدكتور عمرو ورداني، أمين الفتاة بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي. دكتور عمرو أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا سعيد إن احنا بنتكلم في موضوع الامتداد ده، لأن موضوع الامتداد ده في الحقيقة موضوع يجب إن كل واحد فينا يضبط المسافات، لأن عدم ضبط المسافات بيخلي فيه تصادم كتير في أكيد. أصول في أصول أكيد. في حتى في السير في الحياة، عدم وجود المسافات دي ممكن تعمل صدمات كتيرة، ويتحول الامتداد ده بدل من الامتداد ده سبب للإمداد يبقى سبب للإجهاد. أكيد طبعا سبب للمشاكل. دكتور إلهام، أكيد حضراتكم بتقوم بدور مع الواعظات والداعيات الموجودين في القرى وفي الأماكن كتير في قرى مصر عشان يدربوا خصوصا الفتيات أو الزوجات، يعني على فكرة التعامل مع الأسرة، الأسرة الكبيرة بقى اللي هي العيلة. نعم. اللي هي أصبحت جواها. أرجوك يقولنا بتشتغلوا في المحور ده إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا مجموعة من الواعظات منتشرين على مستوى الجمهورية كلها في كل المحافظات. فتقوم الواعظات أولا بالمشاركة، طبعا هي لها خط سير أساسي للعمل بتاعها، دروس دعوية في المساجد، في دور الرعاية، في المراكز الشباب، النوادي، الجمعيات الأهلية، وما يعني كل الأماكن اللي ممكن تدخلها الواعظة بيتم التنسيق معاها، والأماكن اللي فيها تجمعات نسائية بيتم التنسيق معاها وبتدخلها الواعظة من خلال الدروس والعمل الدعوي بتاعها. لكن في عندنا بقى للتعامل مع المشكلات الأسرية ولتأهيل الفتيات وتأهيل السيدات للحياة الزوجية، دي لها برنامج خاص. فأولا من جهة حل المشاكل الأسرية بتشارك الواعظات في لجان أو وحدات لم الشمل ولجان الفتوى، لأن الاثنين دول هم اللي بتجيلهم المشاكل الزوجية باستمرار، سواء كان يعني لجان الفتوى بتجيلها مشاكل زوجية مع الإفتاء، طلب الإفتاء، وحدات لم الشمل بتجيلها المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية كلها، وبالتالي الواعظة بتشارك في هذه الوحدات بحل المشكلة، بالتدخل مع المرأة، بالاستماع إليها، تعرف منها مشكلتها، تحكي لها أو تتكلم معها اللي هي يعني الحاجات اللي ما تقدرش تحكيها للشيخ أو للرجل، وده مصدر أمين حتى أنا ما تحكيش لجارتها لصاحبتها، ممكن تديها رأي غلط يضر حياتها، يعني شيء عظيم انها تلجا للوعظه ومصدر حيادي كمان، يعني طبعاً. الانسان حيادي بعيد تماما عن الاطراف كلها، وبالتالي حكمه اولا بيبقى مبني على الشرع وعلى الرؤيه الدينيه وبعيدا عن الاهواء الشخصيه. فهنا وبتعمل معاها بقى يعني علاقه قويه، يعني مش بتبقى هي مجرد استشاره او مشكله وتمشي، لا هي بتتواصل معاها بصفه مستمره، وبتخليها تتواصل معانا كمان في المجمع وفي الجروبات اللي احنا عاملينها للسيدات على الانترنت، عاملين جروبات مثلا على الواتساب، عاملين على التليجرام، عاملين على الفيسبوك، على كل السوشيال ميديا. بتخاطبوا او بتروحوا للمراه ايا كان بقى ايه تعاملها او مكان وجودها، يعني ما بنسيبهاش حتى على السوشيال ميديا. طب ده شيء عظيم جدا. الفتره الاخيره عملنا دورات تدريبيه للواعظات انها تبقى هي مدربه
يعني تكون مدربة للمقبلين على الزواج، بحيث أن هي تعقد في المكان اللي هي فيه دورات تدريبية للفتيات وللسيدات المقبلين على الزواج والمتزوجين كمان. لأنه إحنا مش بس الفتاة المقبلة على الزواج هي اللي محتاجة أنها أكيد. ده المتزوجين يعني إحنا لقينا المتزوجين هم عايزين هم الدورات التدريبية دي أكتر. ما إحنا عاملين الفقرة دي عشان إحنا كمتزوجين إحنا وكنا بادئينها للي لسه هيدخلوا المستجدين في الجواز، لكن لقينا نفسنا إن المتزوجين محتاجين تاني إن هم نكلمهم في الكلام ده. ودكتور عمرو الحقيقة يعني تعب معنا بنشوفه ما شاء الله عليه يعني في كل حلقة ونصايح ويعني إرشادات وشيء رائع جدا ومبني على نظريات علمية طبعًا. ساعات بحس أنه تنمية بشرية حقيقي. ويا سلام بقى على الوردانيات يعني الوردانيات. فاحنا النهاردة محتاجين وردانيات من الدكتور عمرو الورداني في إزاي الأسرة بقى الجديدة دي اللي لسه متشكلة بقى لها شهور أو أسابيع أو حتى سنين قليلة تقدر تتعامل مع العيلتين، عيلة الزوج وعيلة الزوجة. فكرة الحدود زي ما حضرتك تفضلت من شوية وقلت ازاي يبقى فيه الحدود وشكل الحدود دي ايه؟ اولا احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق قوانين كتيرة في الحياة وحتى لدرجة ان بعض الناس بيقولوا اللي بيحكم الحجر بيحكم البشر، بس انا ما بحبش كده، لكن بحب ان الله سبحانه وتعالى جعل الايات عشان نستطيع ان احنا نستفيد. في ثلاث قوانين لازم تحكمنا واحنا بنتكلم عن الامتداد بتاع الاسر، لان في شوية مفاهيم بتختلط. يعني مثلا على سبيل المثال في الامتداد الاسري يقول له يمتد يحصل الامتداد الاسري بس جوه ايه؟ جوه البيت، فلازم يبقى ابني يتجوز في نفس المكان اللي انا اللي احنا موجودين فيه. مش بتكلموا عن الامتداد الاسري ودعم الاسره للمتزوجين يبقى خلاص يسكنوا معانا، فتتفتح مسؤوله مشاكل كثيره جدا 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 جدا. فاحنا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان الامتداد في الجواز اللي هو الامتداد العائلي ده لابد أن يكون مصحوبا بتطور الأدوار. لازم الدور بتاع الأهل يتطور. يعني إيه؟ لازم يحصل فطام. يعني إحنا لما بنكون في بيوتنا كتير من الأولاد بيبقى مسؤولية الإنفاق على التعليم والإنفاق على الجواز والإنفاق على كذا بيكون على الأسرة، لكن لازم يحصل فطام بقى. فاكر حضرتك لما انا قلت لحضرتكم ان الجواز مش شركه وحضرتك ساعتها اختلفنا وبعدين فانا شايف ان الجواز مولود جديد بس مولود مفتوم عن الاسره الاساسيه اللي احنا بنسميها اسره المنشا. اسره المنشا دي بلا شك ليها تاثير على الاسره الجديده اكيد، وهذا التاثير يكفي. لكن انا أسوأ ثلاث حاجات بيعملها الاسره المنشا ان يتحقق حلمها في الاسره الجديده، فاعتبروا ان احلامهم اللي فاتتهم وافكارهم اللي فاتتهم واجب نفاذها في الاسره الجديده. لا، في الحقيقه ان دي اسره مستقله عن اسرتنا. طب احنا ايه دورنا؟ احنا عندنا حنين، ده ابني خايف عليه، خايف عليه للست دي تاذيه، ده هو طيب وابن حلال وساذج وما بيعرفش اللي بيعرفوه الاولاد اللي زي دول، وهي ست قويه وشديده، فانا عامل ايه؟ فلابد اديله خبرتي ولابد اوعيه. خلي بالك وانت بتدي له خبرتك انت بتمنعيه في اوقات كتيره جدا جدا من انه يعيش حياته بشكل طبيعي. والعكس هم بالظبط، انا بقول اهو، ما انا بقول اهو. وفي نفس الوقت الست بتعمل ايه؟ ام البنت ايه اللي حاصل؟ اوعي تاخدي قرار قبل ما ترجعي لي. فالزوج يحس ان هو ايه؟ ان هو مش متجوز زوجته بس، متجوز حماته. يا ريت متجوز حماته بس، ده هو متجوز حماته، هما الاثنين تحت الاحتلال احتلال حماته الحموية، فحاسس ان هو فحاسس ان حماته هي المعتمد اللي موجود في البقاء، فهو ما يقدرش يعمل اي حاجه من غير ما يرجع لحماته. ففي اوقات كتيره جدا جدا بيحس بظاهره احنا رصدنا، انا راصدها في مركز الارشاد الزواجي، وهي ظاهره ماذا؟ ظاهره الانعزال عن الاسره. ينعزل هو بقى عن الاسره ويسيبها هي ومامتها واخدين المساحات بتاعت البيت كلها، يقرروا اللي هم عايزينه وهو يبتدي في الاعتزال الزواجي. يعني ايه الاعتزال الزواجي؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين اللي انتوا عايزين ده وتفضلوا. هل من الممكن ان الاسره تتدخل بشكل ايجابي في مساعده الامر ده؟ اذا حصل التطور فانتقلوا من مسؤولين الى مستشارين. مستشارين مستشارين ده عظيم.
ده مفهوم ليه عظيم. طيب احنا عارف انا قلت مستشارين ليه؟ عشان بتبقى قاسية قوي 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 على أسرة المنشأ ان هي تحس ان اولادهم ما انا برضو ما بدعمش جريمة ان ينفصل الاولاد تماما باسرتهم الجديدة عن الأسرة عن ما أسرة المنشأ. ما هو ده هو ده التوازن الشعرة. اللي احنا عايزين نتكلم عنه اللي انا سميته ايه تطور الدور تمام من تمام. مسؤول أيوة. الى مستشار مستشار. طيب الشعرة بقى دي يا دكتورة إلهام ازاي تتحقق او ازاي العريس والعروسة الجداد او الزوجين الجداد دول يحافظوا على الشعرة ما يحسسوش اهاليهم ان هم انفصلوا عنهم تماما خلاص ما يعرفوا لو كان هو بيحكي مع امه خلاص مش هيحكي لها حاجة فالام تزعل او هي لو كانت طبعا مع امها وبتحكي لها كل حاجة وعارف عنها كل حاجة فجأة تنقطع فبالتالي هيبقى في مشاكل مع الاسرة الاكبر ازاي الزوجين اللي بيسمعونا دلوقتي حديثي الزواج يحافظوا على الشعرة دي مع الاهل عشان يبقوا الاهل مستشارين زي ما قال دكتور عمر هو لازم كل واحد من الاثنين اولا يضع حدود في التعامل وفي الكلام اللي بيقوله للطرف الاخر يعني الابن ما يروحش يحكي للام ولا للاب كل حاجه بتحصل بينه وبين زوجته ولا يحكي هم بيقولوا ايه عليهم او هي ايه انطباعها عنهم او ما الى ذلك هي بتتقبل كلامهم ولا ما بتتقبلوش مفروض الحياه الزوجيه لازم يفهم كل من الزوج والزوجه ان الحياه الزوجيه دي بيت وستر واسرار خاصه بيهم هم ربنا سبحانه وتعالى بيقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن فمعنى اللباس يعني الملبس يعني الستر الملبس ده بيعمل ايه بيسترك بيستر عورتك معنى كده ان هو ما يظهرش اي عوره للشخص ده يعني اي عيوب للشخص الاخر لا يظهرها امام الاخرين وخاصه امام اهله ولا امام اهلها لا هي ولا هو يظهر عيوبها امام اهله ولا هي تظهر عيوبه امام اهلها طيب الجزء الثاني الحمايه الستر ده بيعمل ايه بيحميك من اي ضرر ياتي بك من الخارج وبالتالي لازم هو يكون حمايه ليها من اي ضرر ياتي ليها من خارج يعني الأسرة دي وهي أيضا تكون حماية لي من أي ضرر ممكن يأتيه من الخارج فبالتالي لا يقبل عليها كلمة سيئة أكيد. ولكن ليس أمامها يعني أنا عايزة السيدات تفهم والرجال يفهموا أنه لما تدافع عن زوجتك ما تدافعش أمامها لا خلي دفاعك عنها أو عدم تقبلك لإهانة ليها بينك وبين والدتك بينك وبين والدك حاجه خاصه يعني لما يتكلم عليها وحش او رد غيبتها او رد غيبتها لا وفاهم كويس قوي انه هي لا اللي انتوا فاهمينه ده غلط ومش صح وهي بتعمل كذا وبتعمل كذا وفاهمهم الجوانب الايجابيه اللي فيها اكيد طب دكتور الهام في بعض الامهات مثلا سواء ام الزوج او ام الزوجه عايزه تطمن وليكن ام الزوجه يا ترى ماشيين كويس ولا لا يا ترى الامور في البيت عامله ايه محتاجين حاجه مرتبه مكفيكوا طب مش عايزه فلوس فالبنت بتتكلم ممكن بتلقائيه لسه بيبقى عديم الخبره يعني أيوة طبعا فبتتكلم أكيد. والله ده جبنا كذا ده هنجيب كذا ده هياخد مش عارف ايه من بنك ايه عشان نشتري ايه هل الحاجات دي من الامور المسموح بيها ولا لا لان ممكن الزوج لو عارف حريقه تقوم في البيت وازاي تقولي وازاي ده هو على حسب الاتفاق اللي بين الزوج والزوجة يعني البنت والمرأة وزوجها هما متفقين على ايه ايه حدود الكلام اللي هما يقولوه وده لازم يبقى اساس يعني لما يتجوزوا من بداية حياتهم لازم يحطوا كده يقعدوا ويتكلموا ويحطوا الاسس اللي هيمشوا عليها ايه اللي هيتقال وايه اللي ما يتقالش ايه حدود تعامل الاخرين معاهم هما حدودهم ايه في الخروج وفي التعامل مع الاخرين فلما يحطوا الحدود دي مع بعض هيبداوا كل واحد فيهم ما يخرجش عن الاطار اللي هم حطوه بعض في حياته يكون الطرف الثاني ما عندوش تحرج ان اهل مراته او العكس بقى عارف هي يعني هي واحد ثاني حساس بس احنا ما هي مش من اول مره هتحصل مشكله كبيره لو الطرف الاخر لم يقبل او تدخل بطريقه سافره يعني الام لما عرفت ان مثلا راتب الابن ما راتب زوج بنتها ما بيكفيش البنت بتضطر انها عايزه تشتغل عشان تكفي بيتها او علشان تجيب حاجه او بتتنازل عن حاجات هي الام راحه جايبه الحاجات دي ومودياها فهو يزعل يعني تدخلي كده او تتهمه بقى بالتقصير مثلا يعني ما ممكن التدخل يبقى بطرق غير صحيحه وغير سليمه فهنا البنت لازم تبقى حكيمه بقى خلاص انا فهمت امي هتتدخل باي طريقه زوجي
هيغضب وهيزعل من النقطه دي يبقى ما كررش. مظبوط. الخطا ما يتكررش. يبقى في ذكاء اجتماعي عند الزوج والزوجه، عارفين ايه المصادر ممكن تجيب مشاكل من طرف اهاليهم، فيحاولوا يتجنبها الطريقه، نبعد تماما عن الحاجات اللي هتجيب لنا مشاكل بيننا وبين بعض، او هتفتح باب ما تشيلش النفوس من بعض. ايوه، وتفتح باب للام انها تتدخل. لا خلاص نقفل الموضوع ده، ما نبقاش نتكلم فيه تاني. طب نروح بني سويف ومع الاستاذه حنان محمود، وهي واعظه في منطقه بني سويف معانا عبر زوم. استاذه حنان اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ عمر. اهلا وسهلا. ارجوكي قولي لنا، يعني لما بتشتغلي في امر زي ده بيجي لك شكوى ان في تدخل من اهل الزوج او من اهل الزوجه في حياه زوجين جداد، يا ترى بتتعاملي مع ده ازاي، وحجم المشاكل دي بترصديها قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد برحب بحضرتك أستاذنا، وبرحب بدكتورتنا الدكتورة إلهام، وبرحب بدكتور عمر. الحقيقة احنا يعني صميم شغلنا في الدعوة بيتعلق بالمشاكل الأسرية، فأنا لما بتجيلي حالة زي كده أنا بتعامل مع الطرفين، يعني أنا بمسك الزوجة وبعرفها التدرب في التعامل مع المشكلات الزوجية يكون إزاي. يعني مش اول ما تتعرضي لمشكله بينك وبين زوجك على طول تحكي لمامتك، على طول تحكي لصاحبتك، على طول تطلعي مشاكلك بره بيتك. لا، احنا بنتدرج بالتدرج القراني، ربنا عز وجل علمنا ان احنا نحل المشاكل بيننا في الاول. طيب امتى اطلعها بره؟ انا بعلمها كده، امتى ابتدي اشتكي لامي، اشتكي لحد هيكون هيصلح بيننا؟ لما المشكله تستعصي عن الحل بيني وبين زوجي، زي ما قال ربنا، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. فبيكون تعاملنا كده، برضو بناخد الزوج وبنكلمه، بنعرفه انت لازم تستوعبها. مين اللي بيكلم الزوج؟ حضرتك اللي بتكلمي الزوج عليها، ولا في حد تاني بيكلم الزوج؟ لا، احنا ممكن نكلم الزوج عادي، مفيش مشاكل. واحيانا الناس بتتقبل، ومشايخنا مشايخنا معانا في لجنة الفتوى برضو. ممكن احنا نمسك الزوج هم يمسكوا الزوج، واحيانا بنتكلم مع الطرفين ونواجههم ببعض، نعرف كل واحد انت غلطان في كذا، انت ممتاز، عليك كذا، واجباتك كذا، التزاماتك كذا، وفي نفس الوقت حقوقك كذا. شوف يا استاذ عمر، الحياه الاسريه لما كل واحد فينا يلتزم بالواجبات اللي عليه ويؤدي الحقوق وياخد حقوقه، الحياه هتستقيم. طيب حضرتك شايفه ان بدايه المشكله بتيجي من الزوج والزوجه جداد، ولا بتيجي من الاسرتين اهله واهلها؟ بدايه الغلط او بدايه الخطا بتيجي منين؟ وحاليا بدايه الخطر بتيجي لعدم تاهيل الزوجين، يعني حاليا دلوقتي احنا بقى عندنا الزواج بنهتم فيه بالمظاهر الماديه فقط. صح. يعني البنت او الولد بيبقوا داخلين على الجواز، البنت فرحانه بالخطوبه وبالشبكه وبالفستان الابيض، وعايز يشطب الشقه ويدفع المهر ويخلص الحاجه وخلاص. والولد برضه فرحان ان هو بقى خلاص هيبتدي يبقى بقى رب اسره ومسؤول عن اسره، لكن لما بيدخلوا في صميم الحياه الزوجيه بيفاجئوا بكميه المسؤوليه اللي عليهم هما الاثنين. فهنا بتبدا بقى الصدمات اللي بين الطرفين. لذلك احنا عملنا دوره اسمها دوره اعداد المقبلين على الزواج، اكاديميه الازهر العالميه لتدريب الائمه والوعاظ شغاله حاليا على الدوره دي. الهدف من الدورة دي ان احنا نوعي الولد ونوعي البنت قبل ما تدخل على الحياة دي، انت عليك واحد اثنين ثلاثة وليك واحد اثنين ثلاثة، فبالتالي هنتفادى الصدام اللي ممكن يحصل بعد كده. عظيم. فالمسؤولية مشتركة بين الاثنين. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذة حنان محمود الواعظة في منطقة بني سويف، واساسكم نخرج لفاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم ونستفيد من رأي دكتور عمرو ودكتورة إلهام، ارجوكم خليكم معنا. كسيدات بقى بتقدروا تحافظوا على الامداد الاسري؟ الواحده ما تحكيش مشاكلها ولا لمامتها ولا لاختها ولا حتى لاهل زوجها، لان اللي بيتدخل دايما التالت هو اللي بيعمل مشاكل. يعني ممكن احنا نبقى خلاص المشكله تعدي بالنسبه لنا، بس ممكن انا ازعل من والدته ان هو مثلا او اخته ان هي اتدخلت او قالت حاجه مش كويسه، والعكس. الشخصين متفاهمين مع بعض مش هيحصل مشاكل، يعني انا وهي بس، مش هندخلش اي طرف تاني، مش هيحصل اي مشاكل خالص. اول حاجه المشاكل بتحصل لان دول بيبقوا شخصين مختلفين عن بعض، كل واحد بيبقى جاي من بيئه مختلفه بثقافه مختلفه، فطبيعي لما يتحطوا تحت السقف بيت واحد
ممكن تظهر مجموعة من المشاكل. تعمل ايه في موقف لو يعني حماتك تدخلت في موضوع او امر ما بينك وما بين زوجتك؟ لا هو طبعا هو الوضع ما بيني وما بين زوجتي اصلا اللي هو من الاول ما يبقاش بين حد غيري انا وهي. طبيعي في اول فترة الخطوبة بيبقى في اتفاقات ما بينهم، في يعني اللي هم متنسيين مع بعض، في اللي هو مثلا حاجة حصلت عندها انا ما اعرفهاش، حاجة حصلت عندي في اهلي انا ما هي ما تعرفهاش. ازاي في سنة اولى جواز نقدر نتفادى يعني المشاكل او يبقى في امداد اسري او مودة ورحمة في البيت؟ الافضل يكون في من البداية يعني اتفاق ما بين الزوج والزوجة على الاحترام والمودة والاسر. طبعا هي ما بيبقاش زوج وزوجة بس، بتبقى الاسرة دي مع الاسرة دي. سنة اولى جواز بتكون اشبه بالحرب ما بين اهل الزوجة واهل الزوج؟ لا دي بتبقى بقى يعني ما انا قلت يعني لما بيكون في اصل وفي ناس يعني اتربت على حاجات معينه وقيم واصول وتربيه مش هيحصل الكلام ده. نتيجه عدم التوافق بين الزوج والزوجه في الفكر والاسلوب وتدخل اهل الزوج واهل الزوجه مع بعض في الحوار بين الازواج. طيب ده برضه الناس آراء عارفه هي عظيم ما شاء الله يعني عظيم. امال المشاكل جايه فين؟ هيفضل برضه فيه. ولكن دكتور عمرو ازاي بقى ننزع فتيل هذه الازمه؟ حابب من حضرتك نصايح بقى للشباب نفسهم. اولا خلينا نقول ببساطه خالص ان ما حدش بيتدخل في اسرتك غير باذن منك. صح، انت اللي بتاذن لحد ان هو يتدخل في الاسره. احنا لازم نعمل ثلاث حاجات. اول حاجه لازم يحصل رسائل طمأنة للأسرتين إن إحنا هنستطيع إن إحنا نحل مشاكلنا بشكل ومن حقنا إن إحنا نخوض التجربة. فلازم أول رسالة توصل للأهل إحنا ممتنين ليكم إن أنتوا خليتونا قادرين إن إحنا نخوض تجربة جديدة ونتزوج، وإحنا محددين إحنا نرجع لكم إمتى. لما تحصل في مشكلة وبعد الحوار يبقى احنا عندنا قايلين لهم احنا مش هنجيلكم غير بعد الحوار في المرة الثالثة لما نحس ان احنا محتاجين خبرة الكبار احنا هنرجع لهم وان احنا جزء منكم. طبعا ما خرجناش شفت من تحت عبايتكم. ازاي كان قلت ايه في الاول؟ في اهل بيزعلوا. وازاي كان قلت ايه في الاول خالص؟ لازم نمتن. هو ايه اللي بيخلي الاهل؟ الاهل دايما عندهم مشكلة. ايه المشكلة؟ ان في الفرع بتاعت قطع. أيوة. فطول ما انت محسسه ان الفرع ما تقطعش، انا عندي خمس خطوات بشكل واضح. اول حاجه الامتنان، ان انا امتن ليهم، انتوا ربيتوني على قيم جدا جدا استطيع من خلالها ان انا اعيش بشكل كفء وفعال. اوعدهم ان انا ارجع لهم وفعلا ارجع لهم، مش اوعدهم ان انا ارجع لهم وده تكون بمثابه التسكيت، لا ارجع لهم. يعني مثلا نضرب مثال، امتى البنت ترجع لامها في سنه اولى جواز؟ هترجع لامها في سنه اولى جواز لما تقول لها انا حاسه ان انا تسرعت في حاجه، ممكن تقولي لي ايه اللي يخليني ما اتسرعش المره الجايه؟ امها على طول هتبتدي. ولازم لما ارجع بقى التكتيك التالت او العنصر التالت، لما ارجع اروح اسال سؤال حقيقي، ما اسالهاش سؤال ايحاء، هو انا عملت كده صح؟ ما السؤال ما يبقاش كده، هو ايه التصرف الصحيح في الحاله الفلانيه دي؟ يبقى سؤال زي ما يقولوا كده سؤال عن اجراء. فانا بنصح دايما الاولاد لما يروحوا يسالوا الاباء او الامهات يسألوهم عن إجراء. طب ما ممكن تقول لها إجراء اللي هو إيه؟ انت سكتله ليه؟ أو هو انت يا ابني سمح لها بالكلام اللي هي بتقول كده اللي بتقوله ده ليه؟ هنا بقى لازم أعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن أنا واتعامل مع زوجي أنا بتعامل مع حبيبي. يعني إيه بتعامل مع حبيبي؟ الكلام دوت قد يكون لأن الشخص بيحاول يحميني، فأنا لازم أبعت رسالة للآخرين إن فلان ده بيحميني. ايه اللي بيخلي انت حضرتك قلت لي ايه اللي بيخلي الفتيل يشتعل؟ ان انا احسس اسرتي ان انا مهدد من فلان، فيضطر ان انا استدعي قوات خارجيه. صح، استدعي قوات خارجيه قلقهم وخوفهم عليها او عليه يعني. والقوات الخارجيه في الغالب اذا ما قدرتش توصل الى تفاهم بتضطر تحتل الاسره. فده اللي بيحصل، فيحصل حاجه اسمها الاحتلال الاسري. يبقى الأسرة الكبيرة الضخمة اللي هي القوة الكبرى القديمة صاحبة القوة تنزل وتعمل إيه؟ فكرتني بموضوع كورونا.
العاصفة المناعية بالظبط، الأجسام المضادة بتدخل يعني مناعة الإنسان هي اللي ممكن تموته بالظبط بسبب إنها بتدخل تهجم بالزبط. فللأسف بتدمر الجسم يعني. لا وبعدين هم معاهم قوة، ده معاهم قوة العائلة وقوة العلاقات، وهم دول ناس عضمهم لسه طري وبيحاولوا يعملوا سنة أولى جواز وما أعرفش إيه. وبعدين في بعض المناطق عندنا زي في الريف وفي بعض الأماكن بيبقى الجزء الأدبي خلاص انت ما انا ما اعرفكش، انت مش ابني، انت مش بنتي، ده بيبقى ضاغط جدا 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 على الاولاد. ولذلك انا بقول ايه، لابد ان الاولاد يتجنبوا العقاب الادبي، لان العقاب الادبي وخاصه عند البنات بيحسسهم بان هم ضايعين لوحدهم، ما عندهمش ظهر. فلذلك ازاي يتجنبوا العقاب الادبي ده؟ ان هم يوعدوا اهلهم ان لو حصل لهم اي ضرر اول حد هيجي لهم هم اهلهم. كويس. بس نقول لهم معنى ان انا ما رجعت لكمش، يبقى تاكدوا ان شريك حياتي ده معيشني في امان. تاكد ان مراتي مريحاني. رسائل الطمانه للاهل ان الامور كويسه وشريك الحياه ده محترم او يعني عفوا مسؤول او هي مسؤوله. بس نحذر يعني رسائل الطمانه المباشره، رسائل الطمانه المباشره الاهل على طول بيفهموها ان ده نوع من انواع ايه، تنيم بالظبط. فلازم رسائل الطمانه تكون بشكل حقيقي. يعني مثلا على سبيل المثال من رسائل الطمانه المهمه للأهل إن أنا أروح للأهل ببساطة خالص وأقول لهم تخيلوا دي بتعمل كذا 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 كذا. الحسن العشرة هو أهم رسالة طمأنة للأهل، إن أنا أحسس أهلي إن أنا عايش مع شريك حياتي في حالة حسن عشرة. يعني مثلا رسالة إن تخيلي عمري أبدا ما خلتني حطتني في حرج قدام حد عمرها ما. ده الرسالة عظيم. دي مهمة جدا، ولكن جداً. أنا مع حضرتك، ولكن أخذ رأي الدكتور إلهام في فكرة ممكن يكون الزوج لسه شاب صغير في العشرينات أو هي لسه في العشرينات، خبرة قليلة جدا يعني، قد يكون تعرض جوه البيت مع زوجته أو هي مع زوجها لموقف وشه اتقلب، وشها اتقلب، خارجة زعلانة أو هو خارج زعلان، راح عند أهله أو هي راحت عند أهلها، الأم شافت ده قرت الصورة وما خلاص، والبنت طبعا من دقيقتها حكت أو هو من دقيقته حكى وتحصل مشكلة. النوعية دي من الشباب أو من الأزواج تنصحيهم بيه اللي بيبان عليهم؟ لا، هو أولا طبعا يعني طبيعي جدا أنه الإنسان العادي والطبيعي بيبان عليه، هيفضفض أو هيفضفض يعني طبيعي، وهو والأهل بيحسوا يعني دول مربيين بنتهم يعني طول عمرها معاهم، يعني مش واحدة لسه جديدة هيعرفوها. مظبوط. وبالتالي مجرد ما بتدخل عليهم هم بيبقوا شايفين وعارفين كويس أو فاهمين هي جاية زعلانة ولا جاية مبسوطة، صح، هي في مشكلة عندها ولا ما فيش مشكلة. وبالتالي هي هنا احنا بننصح البنت أولا انه حتى لو انت في مشكلة وهم حاسين ان في مشكلة ما تتكلميش، يعني ما تحكي لهمش، حتى لو تختلق اي قصة تانية يعني. يعني حتى لو سألوكي قولي لهم لا ما فيش حاجة، انا في حاجة مزعلاني بعيدة عن الموضوع. ممكن تقعدي يوم واثنين وبرضه ما تتكلميش وما تحكيش عن المشكلة اللي بينك وبين زوجك. لو زوجك جه واتكلم معاكي في المشكلة في البيت قدام اهلك او حاجة تبدأي تتكلمي معاهم، لكن لو عرفوا منه هو مش منك انت، يعني دي نقطة مهمة جدا. لانه هو هيعرف كده اولا، دي هتعمل نوع من القيمة، تدي قيمة للزوجة عند زوجها انها جت وقعدت وما حكتش، ولما عرفوا منه هو. يعني احنا بننصح دايما البنات، بننصح السيدات، بننصح الازواج كلهم انه ما تحكيش اي، حتى لو انت باين عليك، حتى لو انت زعلان مش لازم تحكي لوالدك او والدتك او هي تحكي لوالدتها المشكله اللي حصلت. حتى لو سالوك وعرفوا حاجه بسيطه وهنحلها، انا هقعد يوم، انا متضايقه وانا جوايا حاجه، بس لما اقعد يوم او اتنين هرتاح وبعدين هرجع. خطوره بقى البنت اللي ممكن يكون بقها دايما في ودن مامتها، اللي هي ده احنا روحنا، ده احنا جينا، ده احنا هنعمل، ده راح، ده جه، ده جاب، ده حصل له، خطوره ده ايه؟ لا طبعا دي يعني مساله في منتهى الخطوره على حياتها كلها، لان هي ممكن تؤدي في النهايه الى طلاقها. لانه دي كلها اسرار حياه، يعني اسرار حياتها الزوجيه كلها واسرار بيتها، هي نقلتها بره، طلعت بره البيت عندها لوالدتها. الوالده دي هل هي يعني امراه عاقله وحكيمه
هتقدر تنصحها نصيحة سليمة وما إلى ذلك، ولا هي امرأة غير حكيمة فهتنصحها نصيحة تضرها زي ما الدكتور قال ده انت تسكتي له ليه، وازاي تقبلي حاجة زي كده، وازاي وتبدأ تعملها مشكلة، ولا امرأة هي عاطفية أصلا فهتبدأ تاخد الأمور بعاطفة الأمومة مثلاً، وتبدأ يعني تزعل منه وتشيل منه وتبقى تاخد بنتها بقى عندها على طول، لا اقعدي معايا لا كذا. فهنا البنت لازم تفهم انه كلامها الكتير مع امها ده في خطوره على حياتها هي الخاصه، وممكن يدمر لها حياتها في النهايه. فلازم يعني زي ما بيقولوا كده تمسك لسانها شويه، ما تتكلمش الا في الضروره القصوى، ولما تتكلم تطلب نصيحه، وتطلب نصيحه في شيء لا يمس علاقه خاصه بينها وبين زوجها، او نصيحه في شيء لا يضايق ما يضايقش زوجها لما أكيد يعرف انها حكته وانها اتكلمت فيه. اكيد. طيب دكتور عمرو، فكره الاستقلال المادي دي مهمه جدا، ممكن نلاقي بعض الاسر الجديده خصوصا الشباب قد يكون لسه في بدايه حياته، فالاهل ما توقفوش عند مساعدته في تاسيس البيت، ولكن قد يزقوا معاه شويه، استمروا كمان في دعمه ماديا في مساله الانفاق على البيت. ففكره في حاله عدم وجود الاستقلال المادي خطوره. حضرتك بتسالني نصيحتي على طول مباشره، انا مع الاستقلال التام المادي، ويعيشوا على قدهم وما يسمحش ان والده يتدخل باي شكل من الاشكال في الانفاق على البيت، ولا يسمح ان هو يقترض من امه ولا يقترض من اهله الا في اضيق الحدود، لسبب واحد بس. اول ازمه بتبقى او اول تحدي بيواجه الزوجين هو تحدي انا بسميه تحدي البطوله وتحدي الاميره. ايه تحدي البطوله؟ ان هو لازم يبقى بطلها، بطلها يعني هو اللي بيتكفل الانفاق عليها. هي لما تحس ان هو بينفق عليها باقصى جهده وعلى سعته وفقا لامكانياته، لينفق ذو سعه من سعته، هو ينفق من سعته، لكن انا مش معاه خالص. ليه؟ طيب لان احنا في لجنه الارشاد الزواجي عندنا في دار الافتاء المصريه بنشوف رزايا وبلايا كتيره من هذا الامر. احنا دايما عندنا حاجه كده قانون، وكانه ايه اللي بيحكم الدول بيحكم البشر، اللي بينفق بيكون له الكلمه العليا طبعا. فالاب، فهي بتحس كتير من البنات تيجي تقول انا متجوزه باباه مش متجوزه هو، او العكس، او العكس ان دي بيلاقي ان الاكل جاي من عند امها وامها وباباها على الرحم والسعه موجودين، وهم المتدخلين في الولاد وكل حاجه. في بنات بتقول له، في بنات بتقول له انت ما تحاولش تمارس عليا قوامتك، لان انا في الحقيقه انا اهلي اللي بيصرفوا على البيت، انا اهلي اللي بيساعدوني، وده معناها ان انت لازم تتعود على ان انا ليا راي زي رايك، وانا كمان رايي مقدم على رايك، لان انا اللي مخلي البيت دوت لسه واقف على رجليه. الكلام ديوت والعبارات دي كبيره جدا يعني. طبعا. وانا عشان بس نحل المشكله دي، عشان من الاول خالص احنا لازم نجفف منابع المشكله دي. انت حضرتك حتى لو جوزت حد ادنى من اقل منك مستوى اجتماعي، لازم ترضي بانك انت تعيشي على نفس المستوى اللي وافقتي على الوضع. مش مساله بس ان انت وافقتي، احنا بنقول لهم كده مباشره، احنا مش عشان انت وافقتي، لا، عشان البيت دوت الاصل ان هو يعيش في موده ورحمه. انت لو عملتي كده بيختل الميزان في البيت، بيختل الميزان في البيت ليه؟ مش عشان اللي بيدفع الفلوس، البيت مش بيبنيش على فلوس، لكن بيبني على حالة من حالات ان البيت دوت له اهداف وله امال وله طموحات. الامال والطموحات دي مش هتنبني ان حد هو اللي يصنع امال وطموحات ده، لازم احنا مع بعض نصنع امال وطموحات هذا البيت. لو حصل اني طب انا لو اختلفت مع ابوها، لو اختلفت مع والدتها، فابتدوا يعاقبوني بان هم يمنعوا الامداد ده، ايه اللي هيحصل؟ البيت هيختل، وانا اولادي في مدرسه، او ان انا او اولادي محتاجين بعض الاشياء اللي خلاص البيت بيتحولنا عليه، رحنا شقه غاليه، فمش هيقدر يكون ليه قرار في اي مش حاجه، مش ممكن البيت يستقر ولا يكون بشكل كبير. يبقى من الاول، من الاول يبقى خالص في فصل تام يعني. تم. انا بقى مع حاجه مهمه جدا جدا جدا، ولازم احنا نتطور، بما ان احنا بنتكلم في معالجه مشكلات الطلاق، على فكره من السبب بيكاد يكون الثاني او الثالث من اسباب ارتفاع نسب الطلاق هو التدخل غير الرشيد للاهل في الاسره. فلازم نعمل حاجه لطيفه جدا جدا، وهو تاهيل العائلتين، انا بسميها تاهيلها عائله المنشا لدعم الاسره الجديده. حقيقي. فاحنا لازم نعمل كده، لازم نعمل تاهيل لاسره المنشا عشان تقدر تحافظ على ده. وانت عارف قانون التسعة متر اللي انا دايما بقوله لحضرتك، ان النخله عشان تقدر تثمر
لابد ان تبتعد عن النخله الام بمقدار 9 متر اللي هي نظريه الانفد، ما يبقوش لازقين في بعض يعني. حفظ 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 صله الرحم اكيد جزء منها حفظ المسافات. عظيم. طيب اخد تعليق اخير من دكتور الهام ونصيحه حضرتك توجهيها ارجوكي لاسره المنشا، لاسره الزوج واسره الزوجه. هو كان في كلمه دايما فضيله الشيخ الشعراوي كان بيقولها، الكلمه من الراس عندما تكون اللقمه من الفاس. يعني لما يكون الواحد هو معتمد على نفسه، مش محتاج لحد، هو هيقدر ياخد قراره بنفسه، ما حدش يقدر يتدخل في حياته. علاقتنا باسرتنا باهلنا لازم تبقى دائمه ومستمره، لكن لا تكون يعني ما نقربش قوي وما نبعدش قوي، ما نخليهمش يتعودوا مننا على عادات وعلى اشياء هم خلاص اتعودوا عليها وبقت نظام حياه وبعد كده نبعد. لا، احنا من الاول نعودهم على نظام معين في تعاملنا معاهم، ونظام معين لتدخلهم، ونظام معين حتى في زياراتنا. يعني كان لسه في احنا عاملين حاجه اسمها جروبات الاستشارات الاسريه، وبننزل اللينك بتاعها على طول باستمرار على صفحه الواعظات. بنعمل ملتقى نجمع فيه، ننزل عليه برنامج زوم وبيبقى مباشر يعني، وعلى زوم وعلى تيمز وبث مباشر كمان، وبيبقى في معانا سيدات كتيره جدا بتحكي المشاكل بتاعتها وبنرد عليها، وبيبقى في رجل وامراه يعني اتنين بيردوا عليهم، بحيث ان احنا ناخد وجهه نظر الاتنين. صح. وحد رشيد يعني، يمكن اخر مره كان معانا او المره اللي عملنا فيها الملتقى كان من اسبوعين، كان امين العام مجمع البحوث الاسلاميه. فبتدي النصيحه النصيحه السليمه والصحيحه ومن مصدر موثوق. فكان من ضمن الحاجات دي انه زيارات الاهل، يعني الواحده اللي كانت لسه بتقول زيارات الاهل، ازور اهلي كل قد ايه؟ لان انا بزورهم، عايزيني ازورهم يعني يوميا، شبه يومي، وده مرهق عليا جدا. يعني هي مش عايزه تزور اهلها، هي مش اهل زوجها. فده احنا من البدايه كده انت لازم صحيح. تتعودي مع اهلك على نظام معين. طب. وهم يبقوا عارفين ان ده لظروف حياتها، لانك انت بقيتي ليكي بيت وليكي حياه، ولازم تحافظي عليها، ولازم أكيد. تديها حقوقها. أكيد. ما يضغطش حقوق الاهل على حقوق الزوج والبيت. أكيد. والعكس. والعكس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور الهام شاهين. خليني بس اقول حاجه قبل ما نختم. اول حاجه بسيطه، اتفضل دكتور. احنا عندنا حاجه اسمها كروس، زي كروس كده بتاع ادم سميث. كروس ده بيقول ايه؟ ان احنا ممكن نخفض تدخل الاهل بشكل كبير جدا جدا اذا الشخص عرف قاعده ان اقرب طريق لقلب جوزك اهله، واقرب طريق لقلب زوجتك اهلها. لو حصل ده الاهل بينخفض تدخلهم بشكل كبير جدا جدا، اذا احسن كل طرف عظيم لاهل الطرف الاخر طبعا بتهدى المسائل، ودي من اعظم طفايات الحريم. دي قاعدة ذهبية ونصيحة ذهبية من دكتور عمرو الورداني، لازم يبقى في وردانيات كده كل حلقة، فدي قاعدة ذهبية. شكرا جزيلا دكتور إلهام محمد شاهين. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتيني. شكرا جزيلا دكتور عمرو الورداني. الله يبارك فيك. متشكر. شكرا جزيلا لحضرتك، ويا رب يملى حياة حضراتكم كده سعادة وهدوء ورحمة. تصبحوا على خير.